بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي طلاب الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نلتقي في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل، لقاء الأحد. النهاردة بإذن الله عز وجل معنا واجب مهم جدا. الواجب اللي معنا يا أحبابنا إن شاء الله بإذن الله واجب المحاضرة رقم 9. النحو اللي فيه مهم جدا جدا. كمان عندنا كان في أدب، الأدب ده مؤجل لو حد فاكر هنحله إن شاء الله. ثم بعد كده في عندنا النصوص المتحررة على أدب باتجاه الوجداني، في عندنا قراءة متحررة موضوع، ثم بننهي بقصة الأيام، الأسئلة التقليدية وأسئلة الاستنباط. حبيبي كده إن شاء الله ياريت نخلي بالنا، الواجب مهم جدا جدا. حل الواجب زي ما بنقول كل حصة، انت بتراجع معلومة، بتثبت معلومة، بتتذكر معلومة. ارجو من كل حبايبي ان شاء الله نفتح مع بعض كتاب الواجب. ما زلنا بنأكد لحبايبي احنا الواجب عندنا منظم في صورة محاضرات. المحاضرة اللي بتاخدها عليها الواجب باستثناء النحو بيبقى دايما تراكمي على كل ما مضى. ارجو من احبابي يجيبوا لنا ان شاء الله صفحة 122 ان شاء الله، واجب النحو رقم 9 المحاضرة. حبايبي نبدأ كده إن شاء الله. يعني نسمي الله بإذن الله في هذا الواجب. دايما بقول لأولادي معلومة مهمة جدا جدا، نخلي بالنا دايما من صندوق الوصف. حبايبي أول مثال بيقول: قال الشاعر: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب، أو من صرفه المتقلب. هنا عدد المشتقات: مفراح صيغة مبالغة، جازع اسم فاعل، المتقلب هكذا اسم فاعل من غير الثلاثي. فيبقى انت عندك عدد المشتقات هنا يا احبابي 3 مشتقات. حبيبي شاطئ شاطئ ويجرؤ، ما سبب رسم الهمزة على الياء في الاولى وعلى الواو في الثانية؟ ولاده حبيبي عارفين رسم الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف اللي قبلها. يعني كلمة شاطئ هكذا يا أحبابي، هكذا. ليه رسمت على طرف الياء؟ لأن ما قبلها مكسور. طب كلمة زي كلمة عندنا يجرؤ، يا إخوان، لأن ما قبلها مضموم. يبقى حسب الحركة بنقول. عشان كابوا لأولادي خلي بالهم يجرؤ. يبقى رسمت عندنا كما قلنا على الواو لأن ما قبلها مضموم، ورسمت عندنا كما ترى هنا على طرف الياء لأن ما قبلها مكسور. أما نبص على الاختيارات، الأولى ما قبلها مكسور، والثانية مضموم ما قبلها، تبقى الإجابة بهذه الصورة. أحبابي الوالد مؤدب، الوالد مؤدب ولده. حبيب قلبي هنا فين المشتق العامل؟ السؤال ده في لمحة ذكاء، جاب كلمة الوالد. يا أحبابي الوالد دل على وظيفة، على ذات، وإحنا قلنا الحاجة اللي بتدل على الذات بنبعد عنها يا حبيبي، فالوالد ما تنفعش. مؤدب ولده، مؤدب ده اسم فاعل من أدبه، يؤدب هو ولده، مفعول به منصوب بالفتحة. ردت آنسة شطرة جدا جدا، قالت الأستاذة، قالت يا أستاذ طب هو ليه عامل؟ الإجابة لأنه نكرة سبق بمبتدأ كما ترى. يبقى كلمة عند أين اسم الفعل؟ مؤدب، وكلمة ولده عندنا يا أحبابي هذه مفعول به بهذه الصورة. قال الشاعر: قد يهون العمر إلا ساعة، وتهون الأرض إلا موضعا. نوع المشتق فيما تحت خط موضع. يا أحبابي موضع اسم مكان على وزن مفعل، وهنا مشكلة. شوف كده، طبعا اسم زمان لا، طيب اسم مكان نعم، اسم زمان لا، اسم مكان نعم. شو بقى المفاجأة؟ اسم مكان على وزن مفعل، واسم مكان وزن مفعل. غلط يا أحباب. الصح يا أولادي نخلي بالنا من التشكيل، مفعل. ردت آنسة شاطرة جدا، قالت هو انت ليه بتقول مفعل يا أستاذ رضا؟ يا دكتورة قلنا اسم المكان لو كان أوله حرف علة وضع بنكسب موضع،
وقع موقع، وصف موصف. فالكلمة قدام سيادتك عندنا كلمة وضع موضع اسم مكان. طبعا دي مراجعة اللي فات. عاوزين حبيبي دعا، وعاوزين قال، واعتز، عاوزين منها اسم المفعول. دعا نقص، بنجيب المضارع، دعا يدعو فهو مدعو، خلي بالك. قال يقول فهو مقول، اعتز يعتز فهو معتز. وانا قلت لاولادي ان اعتز من بين الصيغ اللي بتنفع مكان وزمان، اختار تبقى مختار، اجتاز مجتاز، اعتز معتز، ارتد مرتد. فبتكون يا احبابي الاجابه رقم جيم هي الاجابه الصائبه يا احبابي. فرح الناس بالبطل الملتقى اللي تم التقائه. خلي بالكم زي كلمة ايه؟ مجتمع. اقدر اجيب لسيادتك مجتمع دي اسم مكان، او لك الاسرة او البيت مجتمع الاسرة، يبقى هذا مكان. النهار مجتمع الاسرة، هذا زمان. خلي بالك بقى، خلي بالك، الاعضاء مجتمع بهم، يبقى تم الاجتماع بهم، ده اسم مفعول. نفس القصة، فرح الناس بالبطل الملتقى اللي تم التقاؤه، فهذا اسم مفعول من غير الثلاثي. الصباح ملتقى، هذا اسم الزمان يا احبابي. احب الناس ملتقى البطل، ده مصدر ميمي. نمشي كلمه 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 كلمه. فرح الناس بالبطل الملتقى اللي تم التقاؤه، خلاص حدث وانتهى، اسم مفعول. طيب هو طبعا الاجابه الصح عندنا هكون جيم. نيجي عند دي، الصباح ملتقى، والله جاب الزمن اهو، يبقى اذا وقت التقاء الابطال كان صباحا. احب الناس ملتقى البطل، ده ميمي، اصل الكلمه احب الناس التقاء البطل، احب الناس مجتمع الاب، احب الناس اجتماع الاب، فهنا بغلب المصدر الميمي. المصدر الميمي كما قلنا بياتي هكذا من الثلاثي مفعل ومفعل دون دلالة على مكان وزمان، برضو من غير الثلاثي، بيدل على المعنى الأصلي، على المصدر الأصلي. أحب الناس ملتقى البطل، يعني هنا لا تجد كلمة بتدل على المكان ولا كلمة تدل على الزمان، أي أحب الناس التقاء البطل، فأصبح التقاء هذا عندي مصدر ميمي. يا حبذا النيل على ضوء القمر، وحبذا المساء فيه والسحر. إعراب النيل ده مبتدأ مؤخر، واجب التأخير، واجب التأخير. فوجئت بحاجة غريبة هنا، بقول لي ده فاعل، طبعا لا تصح، اللي بعد حبذا مخصوص بالمدح، ما ينفعش فاعل. مبتدأ مؤخر وجوبا، دي الإجابة الصح يا أحباب. طيب خبر لمبتدأ محذوف عندنا ده بيجي مع نعمة وبئس يا أحبابي، مضاف إليه إجابة خطأ. لكن خلي بالكم يا أولادي، النيل يا أحبابي وحبذا، اللي بعد حبذا، اللي بعد حبذا، اللي بعد لحبذا، واجب التأخير، واجب التأخير. لكن نعمة وبئس يجوز المخصوص يجو قدام أو ورا. أقول لك نعمة العمل الصلاة، أو الصلاة نعمة العمل، سيان يا أولادي يا أحبابي. لكن نيب حبذا واجب التأخير، فطبعا مبتدأ مؤخر وجوبا هكذا. العطف على المحتاج فهو من الإيمان، سؤال خطير جدا حبايبي وأولادي اللي بيتابعوني، خلي بالهم. الأول ده إغراء لأنه علل لي، لكن ده سيادتك مبتدأ. بص، الصلاة فإنها عماد الدين، أي لأنها غير الصلاة عماد الدين. التدخين فإنه ضار بالصحة، كانت بتعلل، يبقى ده بنسميه يا اخوانا عندي هنا تحذير. لكن التدخين ضار بالصحة مبتدأ وخبر. بقول لي العطف على المحتاج فهو، أي لأنه، ده كده بيعلل يا اولاد. طالما انت بتعلل خلاص، يبقى هذا عندي اغراء، يتعلم مفعول به منصوب على الاغراء. اما العطف على المحتاج من الايمان، العطف هذا مبتدا يا اولاد. على المحتاج ده جار ومجرور، مالوش قيمه عندي. من الايمان عنده امسيتك، ده الخبر. العطف على المحتاج ماله؟ من الايمان. فاصبح الاول عندنا بهذه الصوره يا احبابي مفعول به، والثاني مبتدا مرفوع. طب ايه اللي عرفني الجمله ابي يعلل له؟ زي متك الصلاة فإنها عماد الدين، أو لستك الصلاة عماد الدين. حبيبي نكمل مع بعض. قال ما أعظم اللغة العربية، هكذا ده مثال عندي يا حبيبي.
والتانية اللغة العربية أعظم اللغات. يا ما قلنا هذا المثال يا أحبابي، ما أعظم فعل ماض مبني على الفتح، ده تعجب يا أولاد، ده تعجب يا أحباب. إنما اللغة العربية أعظم، دي خبر يا أحباب. يبقى هذا بنسميه تعجب، ده بيتسمي تمسعتك، ده أسلوب التعجب بهذه الصورة يا أحباب. يبقى ده لما يكون هيبقى ده مفعول به، هيبقى فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح. اللغة هذه يا أحبابي يا أولادي مبتدأ، العربية دي نعت مرفوع بالضمة، أعظم قدام سعادتك دي خبر. يبقى دور لي على بقى مين، على الفعل الماض مبني على الفتح، ثم دور لي على الخبر، هتكون الإجابة رقم جيم، فعل ماض مبني على الفتح، فعل التعجب يا أبنائي، خبر هكذا مرفوع علامة رفع الضمة بهذه السورة. قال الشاعر: أخاك أخاك إن من لا أخ له. هذا بنسميه عندنا أسلوب إغراء. الأول مفعول به منصوب على الإغراء وعلامة النصب الألف، أسماء خمسة، والتاني توكيد لفظي، توكيد لفظي منصوب بالألف. يبقى إذن بكل إجابة بقول لي مفعول به ومفعول بلا، غلط يا أولاد، توكيد لفظي، توكيد لفظي لا يا أحباب، بل هذا عندنا مفعول به، مفعول به، مفعول به، وتوكيد لفظي، دي أسماء خمسة. أخاك يعني إلزم أخاك، بيغريك إنك أنت تبحث عن الصديق والأخ الصالح، فهذا مفعول به منصوب بالألف أسماء خمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أخاك الثانية توكيد اللفظي، توكيد اللفظي منصوب علامة النصب الألف، فالإجابة مفعول به توكيد اللفظي. مثال جميل جدا، تستجاب دعوة المظلوم. أولادي وأحبابي اسم التفضيل لو جاء من الفعل المبني للمجهول أو كذلك المنفي بستخدم المصدر المؤول. طيب بعمل مقص، بجيب دعوة المظلوم قدام بيقول لي دعوة المظلوم أشد استجابة، خطأ. ليه خطأ يا أستاذ رضا؟ يا فنم ده مبني المجهول، نأتي بالمصدر المؤول بس. كلام ده يا أولادي مش هزار، وحل كده بالراحة، بهدوء كلمة كلمة وبهدوء خالص. يا دكتور تستجاب فعل مبني المجهول، يبقى الصح كده دعوة المظلوم أحق أن تستجاب. يصام رمضان، يبقى رمضان أحق أن يصام، فبالله عليكم يا أحبابي خلي بالكم. طيب بقول لي دعوة المظلوم أحق أن تستجاب، نعم إجابة سليمة. بقول لي دعوة المظلوم تستجاب، خطأ، خطأ. فين المصدر الأول أن والمضارع؟ دعوة المظلوم أحق أن تستجيب، غلط، ده الفعل مبني المجهول يا أولاد. الصح هنا تستجاب، بحافظ على الجملة بس بعكس، دعوة المظلوم أحق أو أقدر أن تستجاب. يا مطيعا أباه وفقك الله، يا مطاعا أبو وفق الله، هذا اسم فاعل يا أحباب، أطاع يطيع مطيع، سبب الإعمال أنه جاء منادى. يا مطيعا أباه فهذا عندنا اسم فاعل، يا مطاعا هذا اسم مفعول، فالإجابة عندنا يا أولاد كده اسم فاعل اسم مفعول. نعرف بقى، يا مطيعا أباه يطيع هو أباه، أباه مفعول به منصوب وعلامة النصب الألف يا أحباب. يا مطاعني أحبابنا اسم مفعول، يبقى أبو نائب فاعل مرفوع بالواو كما ترون أحبابي وأبنائي، فالأولى عندنا اسم مفعول ضم وكسر بس في صورة الياء، مطيع معين مستشير مستقيم، لكن مستشار مطاع ده اسم مفعول. يجني المجتهد ثمرة جهده، لما حول الفعل يجني لاسم فاعل عامل يبقى كلمة جنى ثلاثة، يبقى جان، بس خليك شاطر وهتساب الإعمال بقى. هل جاني؟ لا غلط يا أحباب، الله غلط يا مستر رضا، يا دكتور لازم يكون نكر منون وده اسم منقوص، وده بفضل الله اللي اتشرح الاسم المنقوص يا أحبابي اللي اتشرح أو اللي هيتم من المحاضرة العشرة. لو جي نكر أو جان ساع هادي، إنما جاني اوعى، ليه؟ هتعرف ليه بعد شوية. المجتهد جاني، غلط، هكذا يا إخوانا، ده اللي بعدين مضاف إليه. المجتهد جان ثمرة جهده، نبدأ بالراحة، ممكن نعرف يا ولدي، المجتهد مبتدأ، جان ده خبر مرفوع بالضمة المقدرة، ده الدرس في المحاضرة رقم 10 المهمة جدا جدا هذا الأسبوع، الاسم المنقوص إن جاء نكرة تحذف الياء ويعوض عنها بتنوين، ده مش جر، بتنوين عند الرفع وعند الجر. المجتهد مبتدأ، جان خبر، وما سبب الإعمال؟ نكرة منون سبق مبتدأ.
اوعى من الحركه دي، ما بنهزرش معاكم يا اولادي يا حبايبي. ما ينفعش محمد ساعي، محمد داعي، محمد جاني، محمد راوي، غلط يا ولد. صح محمد ساع، داع، هاد، معط، مؤد. خلي بالكم من نفسيكم، لان القسم الثاني نكره منون، ولو نكره بنشيل ياء ونحط التنوين. يبقى محمد المجتهد جان اسم فاعل عامل، سبب الإعمال سبق هكذا مبتدأ، ثمر لي أحبابي مفعول به منصوب بالفتحة، يجني هو ثمرته. إياك إياك المراء، هذا عندنا مفعول به منصوب على التحزين. إياك والتدخين، إياك الجدال، إياك الكسل، هذا عندنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة، ده اسمه أسلوب تحذير. عفوا لو قلت إغراء ده تحذير. أقول إياك الكسل، يبقى هذا مفعول به ثاني. إياك والكسل مفعول به منصوب على التحذير. إياك الإهمال، إياك الكسل، إياك التراخية. لو أنت فاكر الدرس قلنا لو في واو بقول مفعول به منصوب على التحذير بس واسكت. طب ما عنديش واو بقول مفعول به ثاني، مفعول به ثاني منصوب على التحذير. فطبعا هو لخص الإجابة لك مفعول به منصوب الفتحة. الجملة التي اشتملت على مصدر صناعي، معنى كده أن في ثلاث جمل مش مصدر صناعي. المصدر الصناعي كلمة إيا، قلنا لو جت نعت ما تنفعش. طب نبدأ كده، بنقول إن الحرية ينالها الأبطال، والله دي صح. ليه؟ مصر الحرية مش جاية نعت، يبقى دي الصح. نكمل، تؤمن بعض الدول بالمبادئ الاشتراكية، لا 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 ده نعت بقى منسوب، إذن دي ما تنفعش يكون مصدر صناعي. الحياة الديمقراطية ده نعت، نعت ابعد اوعى تيجي هنا، ده نعت. من أعظم صفات المرء الصفات الإنسانية، دنعت يا أحباب. يبقى الجملة الوحيدة اللي فيها مصدر صناعي إن الحرية. جملة واحدة مما يلي اشتملت على اسم تفضيل تجوز في الحالة اللي هو مضاف لمعرفة. أولادي اسم التفضيل قلنا متى يجوز إن هو يطابق أو لا يطابق؟ إذا جاء مضاف إلى معرفة. بس جايب جملة خطيرة شوية، الطالبتان هما السميان، غلط. ليه ليه يا فندم؟ معرب بالألف ولا؟ انت لو سيادتك واخد اسم تفضيل كويس، اذا كان معرب بالالف ولم يطابق في العدد والنوع، هو عاوز يجوز الحالتين ماشي. انت اعظم قدرا، دي الحاله واحد يا باشا، نكره وتمييز، فانت نكره ومن نكره وتمييز هذا يلزم. مصر اعظم دوله، ده مضاف الى الحاله ثلاثة، مضاف الى نكره يا اولاد، دي الحاله رقم واحد يا احبابي. هي دي بقى بس غريبه شويه، الله يعزك، بص المتفوق، افضل طلاب المدرسه، دي مضاف الى معرفه. رد طالب محترم قال لي يا مستر رضا ازاي الكلام ده؟ دكتور نمشي واحده واحده، طلاب ده نكره ام معرفه؟ نكره مش كده؟ نكره. والمدرسه معرفه، اذا دي عرفه بالاضافه للمدرسه، فاصبح ده مضاف الى معرفه، يبقى دي خدت التعريف منين؟ من المدرسه، بقت معرفه فاصبح مضاف الى معرفه. الحاله الرابعه، فاكر لما قلناها بتيجي مباشره؟ اقول لك كده محمد هكذا، محمد افضل الطلاب، كده مباشره يا دكاتره هي جاي عدل على طول. لكن سبة أرخم، أقول لك محمد أفضل طلاب المدرسة، اهدى بقى شوية، امسك نفسك شوية كده يا ولد. كلمة المدرسة معرفة وكلمة الطلاب نكر، فكلمة الطلاب عرفة بالإضافة فأصبحت معرفة، بقى مضاف إلى معرفة. الحالة الرابعة يجوز يا أحباب يا أبطال. فطبعا دي بتكون هي الإجابة الصحيحة. تطبيقات على اسم المرة والهيئة، احنا خدنا يا دكاترة، خلي بالكم خدنا يبقى درسين في غاية من الخطورة. حبايبي اللي متابعين معانا، الواجب مهم قوي قوي، حصة إضافية معلش. وأولادنا اللي بيتابعونا على اليوتيوب من عندي، من عنده فوق الراس والعين، يا أولاد احنا خدنا اسم المرة واسم الهيئة والمقصور المرعب. المحاضرة العاشرة شغالة، خدنا بقى المنقوص والممدود وحل على كل ده. نبدأ اسم المرة. طبعا حضراتكم عارفين أن اسم المرة مصدر يدل على حدوث الشيء مرة واحدة، يأتي من الثلاثي على وزن فعل. تم من غير الثلاثي نأتي بالمصدر إذا لم يكن به تاء أضف التاء، وإن كان في تاء حط واحدة. يلا انطلق، تبدأ انطلق، عاوزين اسم المرة انطلق. انطلاقا يا راجل يا راجل، لا 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 لا، اوعى اوعى، ده مصدر خماسي، مش قلنا بنجي المصدر وبعايز المرة. ده بقولك يا أستاذ، فاكر لما قلت لك هو إمتى المصدر يجي مذكر؟ فاكر أنت؟ لو كان صحيح، الغالب الغالب انطلق صحيح مش حرف علة، يبقى انطلق انطلق، اوعى ده المصدر الخماسي يا جدعان، ده مصدر خماسي، اوعى تيجي هنا، اوعى تيجي هنا. طيب انطلق انطلاقة واحدة، ينهى ربي يا له يا له على الطالب مش واخد باله،
ليه بقى بنقول يا لهوي اسف واللفظ؟ عشان كلمة واحدة عامل عمل للطلاب. لما امتحنا الواد متظبط اي حاجة عنده واحدة واحدة. يا دكتور قلنا امتى تكون واحدة؟ لو المصدر جاي مؤنث اضف ايه واحدة، يعني كلمة اعانة اعانة هي جاية تقول اعانة واحدة، اهانة اهانة، ادانة ادانة، ضحى تضحية، لكن ده راجل مذكر يبقى انطلاقة واحدة. لا انطلاقة هي الصح. طبعا انطلاقة عظيمة ما تنفعش هكذا كما ترى، فانطلق عندنا الكلمة انطلاقة بهذه الصورة. فحبيبي لو سمحتم عندنا كلمة زي كلمة اندفع، عاوزين من اندفع اسم المرء ده من غير الثلاثي، اول حاجة يجيب المصدر، قال تبقى اندفع اندفاع بهذه الصورة، جاي مذكر حط التاء يا دكتور، تبقى الكلمة عندنا بهذه الصورة اندفاع. يبقى قلنا نأتي بالمصدر اذا لم يكن به تاء اضف التاء وامشي يا باشا. اسم المرء من احسن، خلاص نجيب المصدر، ادي احسن، احسن احسان، الله المصدر جاي مذكر يا رجال، ايوه اضف التاء تبقى احسانه. اوعى حد يحط واحده، اوعى تحط واحده، قعدت احذرك انا امتى بحط واحده؟ لو المصدر جاي مؤنث ابقى حط واحده. يبقى الصح عندنا احسانه بهذه الصوره يا احبابي. وحده يا رجاله، العيال كتبت توحيده واحده، ابوس ايدك وحده دي يا دكاتره، المذكر المصدر توحيد، احنا قعدنا نتنطط قدامك في الحصه والله العظيم وبتتضايق من كتر الاعاده وزهقنا وقرفنا وبتسمع كلام قد كده، ما انا خايف عليك. وحده هات المصدر توحيد مذكر اهو، يبقى توحيده. ليه تقول توحيده واحده؟ ليه بنفتي؟ ليه كبر وبقول لي اكبار يا راجل؟ تفهم بقك يا راجل عيب، ده انت انسان محترم، كبر تكبير، ده انت واخد المصادر مقسمه على حصتين، دلع، انت بتدلع، ما يزعلش مني، تبقى وحش. كبر تكبير، عظم تعظيم، حقر تحقير، وحد توحيد، ده مذكر يبقى ايه؟ توحيدة تكبيرة. لكن كلمة ربى تربية بتاء يبقى تربية واحدة، نمى تنمية تنمية واحدة، أدى تأدية تأدية واحدة. يا رجال حل الواجب مراجعة، نخلي بالنا الله يخليكم، أصل آخر السنة اختياري ولا أختاره خلاص تمت. يبقى كلمة كبر ما تقولش إكبر، ده أفعل إفعل، أكبر إكبر، دي كبر فعل تفعيل، تكبير، عظم تعظيم، كسر تكسير، حطم تحطيم. طبعا هيبقى كلمة توحيد هكذا، المصدر قدام سيادتك جا كلمة توحيد مذكر، أقوم قايل توحيدة بهذه الصورة، ما تنفعش توحيدة واحدة عشان المصدر بيه مذكر، وتوحيدا ده المصدر وتوحيدة خالصة لا. استخرج، عاوزين من استخرج اسم المرء، هات المصدر استخرج، استخراج مذكر يبقى استخراجة بهذه الصورة هكذا يا أحباب. حبايبي جملة واحدة مما يلي ليس بها اسم مرة، يعني ثلاث جمل مرة واحدة مش مرة. نبدأ يلا. بص يا باشا، ركع المصلي ركعة فعلة، ده مرة يا معلم، فعلة ايه؟ طيب كبر المصلي تكبيرا، أن تكبيرا، ليس بتحطيها تبقى تكبيرة، والله ده مرة. هكذا أكلت أكلة فعلة، أكلة فعلة، ده مرة. بقول اسمه ايه؟ بقول لي جلست جيجي 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 جلسة، ايوه اي اي حاجة، قلبي ده الهيئة يا باشا. يبقى دي الجملة الصح، يبقى الجملة الوحيدة اللي ما هياش مرة جلسة، جلسة دي هيئة يا دكتور. اسم الهيئة من اكلة، قلنا اسم الهيئة بيجي ورا نعت او مضاف اليه في الغالب يبين الهيئة. بقول اكلت اكلة، اكلة لا 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 غلط غلط، اكلة دي مش هيئة، دي مرة فعلا. أكلت الطعام إكلة، إكلة الجوعان، خلي بالك بقى، صح والله، إكلة هم إكلة إكلة وجاب وراها مضاف إليه. أكلت الطعام إكلة سريعة، أيوة والله. يبقى إذن الإجابة التانية والتالتة صح، أيوة دي الصح يا رجالة. ليه يا مستر؟ ما هي بينهم اسم الهيئة يأتي بعده مضاف إليه أو نعت. أكلت إكلة الجوعان كهيئة إنسان جائع، أكلت إكلة سريعة هكذا بوصفها. يبقى اسم الهيئة اسم الهيئة كما قلنا يا أحبابي هكذا، إما أن يأتي بعده نعت أو مضاف إليه، فأصبحت الإجابة الثانية والثالثة الإجابتان صواب. لقيت بدربي الفلة الفجر لقيا، لقيا شفت كبدي والليل فيه قتيل، كلمة لقيا على وزن فعل. بص لقيت بدرب الفلة الفجر لقيا، اسم مرة على وزن فعلة. رقم 24، قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة فعلة بهذه الصورة، لا يبقى الصيغة الصرفية ده اسم مرة.
اسم الهيئة من هفة هفوة، ما هو الهيئة فعلة هفوة، شوف كده هيجيب وراها إما نعت يا مضاف إليه. طيب هفى الخطيب هفوة؟ لا 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 هفوة لا. ليه لأ؟ عشان ده اسم إيه؟ مرة ما تنفعش. هفى الخطيب هف 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 هفوة، صح صح. هفى الخطيب هفوة خفيفة، صح. الصح عندنا يا إخوانا الثانية والثالثة. ليه يا دكتور؟ أه يا فندم والله جاب وراها مضاف إليه، بص كده سكر أهو جاب مضاف إليه. هفى الخطيب هفوة المتعجل، أي كهيئة الإنسان المتعجل، واحد مستعجل بيغلط. هفى الخطيب هفوة خفيفة، غلطة على المشي، يبقى الصح الثانية والثالثة. قال الشاعر: قف وقفة المعذور عني، قف وقفة وي 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 وقفة المعذور. على طول يا باشا هذا عندنا وقفة، دي على طول اسم هيئة بهذه الصورة يا أحبابي. اسم الهيئة من هجمة، هجمة ولا هجمة؟ هجمة، بس دايما تبقى حريص تجيب وراها مضاف إلي أو نعت، ده الأفصح يا رجالة. بقول هجمنا على هجم جيشنا على هجم جيشنا على العدو هجمة الأسود. الله علي، صح يا ولد. هجمت على العدو هجمة، صفر يا ولد. ها يلا يا غالي، هجمت على العدو هجمة شرسة، صح يا ولد. يبقى الإجابة عندي الأولى والثالثة يا أبطال. ليه؟ الإجابة كما ترون الأولى جاي وراها مضاف إلي والتانية نعت يا أحبابي. اسم الهيئة من نشد، نشدة برضو وراها نعت أو مضاف إلي. ونشدت الحق نشدة طويلة، صح يا ولد. نشدت الحق نشدة الملوف، صح يا نجم. نشدت الحق نجدة، صفر يا نجم. يبقى الإجابة الصح الأولى والثالثة، ماشي يا أحبابي. يبقى الهيئة وراها نعت أو مضاف إليه. جملة واحدة من مالي ليس بها اسم مرة، جملة هكذا من مالي كده ليس بها اسم مرة، يعني في خلبسيتك ثلاث جمل هكذا يا إخواننا، مرة واحدة هي جملة واحدة من مالي ليس بها اسم مرة. لكل جواد كبوة ولكل إنسان زلة، ده مرة صح. نظرت نظرة صادقة، صح ده مرة. يتجاوز العاقل عن الهفوة، ده صح. كل الدول اسم مرة. يبلغ المخلص درجة، هي دي هي دي، انهار ابيض اوعى من درة ولا 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 درجة ما تنفعش مرة. رد وشرط قال ليه؟ قلت له يا عسل مساكات الوسط، مش درجة شربة لطمة، مش عارف اشرح لك. اوعى من كلمة قبلة او قبلة او درة 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 درجة، درجة دي ما هياش اسم مرة. ليه؟ لازم ده الوسكون ما هي ساكنة. يبقى دي بالفعل يا اخوانا ليست اسم مرة. يبقى الاجابة الصح هي الاجابة رقم حبيبي دال. مشيت على المسرح ميمي ميمي مشية، يبقى دي هيئة احبابي بهذه الصورة هكذا. مشية الواثق هيئة، اي كهيئة انسان واثق. حبيبي وصلنا الى الاسم المقصور، ولادي ولادي وحبيبي اللي معانا وبيتابعوا اليوتيوب، الدرس ده رخم وخد وقت كتير في الشرح وتعد اثناء الحصه وتحل عليه. من خوف ما تخاف واللي فيه، وانا هطمنك والطالب يضيع مننا، خاف واقلق. المقصور لسانك طالع لفوق، اسم معرب اخره الف، سلوى ليلى فدوى، سلوى ليلى فدوى ما سوى. ولا يا ولا من فكر التثنية، لو كانت الألف تلاتة 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 ترد ترد، مش تقلب يلا ولا مش تقلب. طبعا تحملني بقى يعني ولدي، أنا أنت إنسان فوق راسي، بس يعني شيء من المودة يعني حبيبي. ها بلاش ولدي حبيبي، خلي بالكم الألف لو تلاتة ترد ترد مش تقلب، تفرق ترد إلى أصلها واو أو يا واو أو يا، فاكر أنت الوقفة واو سها مها عصا تبقى واو سهوان. لو ياء وزة ولا زي هدى هديان. طب لو الالف عدت ثلاثة زيح يا اسطى زيح يا اما، كل ياء اوعى تنسى. الالف لو زادت عن ثلاثة تقلب الى ياء، زائد علامة الاعراب في المثنى بنوعيه، في المثنى بنوعيه يا بوم يا ما، في المثنى بنوعيه وفي جمع المؤنث، اما جمع مذكر وحش بيشيل خالص الالف الياء الياء يعني. قلنا الكلام ده خلي بالك، ومن حسن الحظ خلي بالك عدنا تاني عملنا مراجعة عليه في العشرة. انا عارف انك انت بتخنق مني، بس انا عارف ان شاء الله باذن الله اخر السنه هتبقى هادي وتبص ملك قاعد بيراجع بس. فخدنا المقصور، يبقى لو كانت الالف ثلاثة ترد الاصلها واو او ياء، لكن زايده كله ياء في المثنى بنوعيه وجمع المؤنث، اما المذكر تحذف الالف تماما. يلا يا باشا،
المقصور لسانك فوق. ليلى ليلى هدى مها سلوى. ها قال تعالى قل إن الهدى هدى الله. يا الله الاثنين مقصور على فين ده فين فين اهو. لا ما فكرش الاثنين مقصور. قل إن الهدى هدى الله. بعده قال تعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى مقصور. فألقى عصاه مقصور. يا مستر في ضمير اقطعوا من بره. الاثنين مقصور يا ولد. هكذا فين الهوى العصا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين عصا. قال الشاعر تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. هكذا يا أخوان ليلى حبيبت اسمها ليلى. يا ليلى مقصور يا ولد على طول. وجب نخشى أقول لي ولد انت كفيف يا ولد انت أصابك باقي الحول يا ولد. حساساتك كلها عطلانة يا اسطى. حساساتك عطلانة يما. نخشى ده فعل مضارع يا عسل. اوعى حد يجيب عيب عيب. الخوالية قال لي ما كلمة انت تقول الخوالية ألف يا اسطى عيب. ده اصلها الخوالي اللي هي الماضية. ها ما يتلعبش بيك. ما انت لما تجيب الخوالية يبقى انت مش معانا. الخوالي الماضية. فده قافية بس. اوعى اوعى تجيب الخوالية. هات مفردها يا ولد. وكلمة ناهيا دي ناهية من النهي. البيت مش صعب. يا بص يا باشا كلمة نخشى بره ده فعل. طب اصلها الخوالي. اللي خلط ومضت واصلها النواهي او الناهي. هكذا الناهي هكذا. لا خلي بالك الله يبارك فيك. ابن وبنتي الصح مين يا اولاد؟ الصح عندي ليلى. الجمله التي لا تحتوي على مقصور. يبقى في المثال ده خرب الدنيا. طلبه كتير حلت غلط والحق صور وابعت صور وابعت. ايه ده مش فاهم. تعال اقول لك بقى ركز بقى الله يخليك. طب لو في ايدك حاجه سيبها ماشي. لو مجروح سيب حتى صاحبك اللي معك ده وسيبه. بص لي احنا عاوزين بقى الوقت الجملة التي لا تحتوي على اسم مقصور. يعني في ثلاث جمل مقصور واحدة لا. نبدأ يلا ثلاث جمل مقصور واحدة مش مقصور. نبدأ كلمة فتى دي مقصور. فتى فتى لسانك فوق. فتى اكرمت فتاه. يا نهار ابيض والله ترى بص ولا 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 اكرمت فتاه. واحد له فتى مش بنت مش انثى. اكرمت فتاه يعني انا رضا لي عيل. انا ابني فتى. اكرمت فتاه. فتاه مذكر مذكر اصلها ايه فتى. الهاء دي زياده. فطبعا الطلب اروح فتاه. ما هو الطالب النهارده خواجه بيفهمش اسف اللفظ بيقرا غلط يعني. لا اكرمت فتاه. اكرمت عصاه. اكرمت هداه مثلا. فشيلها يبقى دي اصلا دي اصلها كلمه فتى. ده اصلها فتى يا ولد. أكرمت فتاها. ما هي فتى والهاء مؤنس. فتى أهو. ودي ها فتاها هكذا. ودي فتى بهذه الصورة يا إخواننا برضو والهاء. فكانت كلمة فتاة تن 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 دي الوحيدة اللي ما هيش مقصور. فدي الإجابة الصح. يبقى دول كلهم مقصور. بس اللي مهم بقى أوعى تنسى والنبي اتعلموا عليه. فتاه عصاه مقصور. هنزعل في طلبة بتقرأ غلط. في طلبة بتقرأ في طلبة مع محو مية يا ولد. فتاه أكرم فتاه. أكرمت فتاها. بكلم عن ست يا جدعان. يبقى صح فتاة تن 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 ولا ولا دي أصلا مش مقصور. الفعل أعطى يصبح اسم المقصور منه. ينهر أبيض. المثال ده قاتل لو جه هيخرب الدنيا خراب ما بعده خراب. ايه يا عم الحاج مالك كده. اسمع بس اسمع ما انت نسيت يا ولا. لما تجيب اسم المفعول والفاعل نجيب الاثنين المساحه واسعه هي. وتعالى ايه نكتب براحتنا. شوف الخط الجميل يا لا. بفتخر بنفسي معلش اتحمل. المعطيطي طيطي المعطي اسم فاعل لو فاكر انت. هات هناك يا اسطى عين يا سكر معطين طن طن يام زمان. اطلع بقى فين بقى اللي مقصور. اتفضل يا معلم. المعطى اهو. يبقى لو اسم مفعول مقصور او معطن بهذه الصوره. يبقى خلي بالك اعطى امتى قم مقصور. لو اسم مفعول تبقى المعطى المؤدى المهتدى المرتقى. فتحملني معلش الله يخليك. ان طلعت مني كلمه ولا حاجه انتوا ولادنا. خلي بالك من اللعبه. تبقى عاوز اسم فعل بقى المعطي تبقى منقوص. الدرس بتاع النهارده بتاع الحصه الجديده. المعطي المؤدي المهتدي. عايزه مقصور 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 اطلع لفوق. المهتدى
المرتقى المنتدى بهذه الصورة. فخلي بالكم يا أحبابي الكلام ده مهم جدا جدا ننتبه ليه. بعد يا رجالة أنت الأعلى، احنا علمنا الإجابة فين؟ فين اسم مفعول يا إخواننا؟ نعلم هكذا، يبقى إذا عايزة مقصور حتى اسم مفعول تبقى المعطى، المعطى. خش على اللي بعدي، أنت الأعلى خلقا، أنت الأعلى خلقا. عند جمع الكلمة جمع مؤنث سالم، إيه ده؟ بقول لي جمع مؤنث سالم، أيوة ده في مشكلة، يبقى لازم أول حاجة أحولها مؤنث. أمال شوف اللعبة دي، لا ده سؤال ماكر، بقولك يا اسطى عيني يا ابويا، اجمع مؤنث يبقى لازم احولها مؤنث اصلا، تبقى انت العليا. شفت اللعب اهو، شفت المجهود يا باشا اللي تبذله، احولها مؤنث، ادي انت العليا. حلو يا ابويا، ماشي يا عسل. خلقا تمييز، اجمع يبقى انتن. شوف بقى اللي يحصل، ادي انتن، عايز حد راجل معايا، نكتبها بقى هنا، ادي انت العليا، انا عايز حد يكون شاطر معانا. الالف طبعا، انت تبقى انتن، هي رجالة ما ده جمع مؤنث. قلنا لما اجمع الالف جمع مؤنث، لو الالف اكتر من ثلاثة تخلب ليه؟ ياء، ادي الالف، ادي اللام مش تبعا، ادي العين، اللام، ياء هجاء، ياء هجاء بنلا زي ما هي، ابا، ابويا، ابويا، حبيب قلبي، اخويا، الالف نعدي الثلاثة تخلب لياء اهي، وكمان ياء، وجمع المؤنث انتن العليات. غير كده غلط، بقول لي انتم الاعلون، غلط. ليه غلط؟ يا باشا ده جمع مذكر سالم يا باشا، في بالظبط يا عم الحاج. غلط يا ولا، انتم الاعلوات، لا 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 لا، هذا تبقى بنت هبانه، لا هي العليا، يبقى العليات، الفضلى الفضليات، الكبرى الكبريات، انتن الاعليات، لا دلوقتي الشارع يا امه، انما العليا، بص بص العليا اهي اهي، اتحملني خلي بالك طويل معلش. ها عول الفك، الالف كام يا دكتور؟ الالف ادي واحد اتنين تلاته اربعه، تقلب الى يا، يا في المثنى بنوعيه وجمع المؤنث، ادي العين، ادي العين، ادي اللام، بعدها وربنا تاني، الالف واقفه، فعل كتب علياوات وقال لك ما انت قلت الف واقفه، يا كفيف يا اصم يطرش، الالف عدي الثلاثه عيب كده، تبقى ياء، تبقى الكلمه عليايات بهذه الصوره يا احبابي. فطبعا بتكون دي الاجابه الصح يا احبابي رقم ده. عذرا بقى في التطور في الالفاظ، انتوا ولادي مش قصدي حاجه، ربنا يفرحكم جميعا. خش على اللي بعديه، هي الادنى علما، هي الادنى. شوف بقى هنلعب بقى، ولا عند جمع الجمله جمع مذكر، بقول لك هي، لا طبعا تبقى ايه هم، جمع المذكر ده يان وحش، سيبك من البتاع السبوره دي، هو الادنى صح اهو، هو الادنى اهو، ده بقى ما بيعتقش بيطير ليه، انت شايف ايه؟ تبقى هم الادنون، الادنون بيطيرها، وافتح ما قبل الواو، هم الادنون، الارقون، الاعلون، الله يعزك. يبقى عند جمع الكلمه جمع مذكر سين بتشيل، بتشوطها. النمر، النمر يعني بالعربي اقوى الحيوانات، ايه الاعراب الصح؟ استنى استنى استنى، مين يقول لي الاعراب المقصور ايه؟ لو مفرد فاكر يا ولا؟ فاكر؟ اقول لك انا يا معلم، يرفع بالضمة المقدرة، بالضمة المقدرة، يجر بالكسرة المقدرة، بالكسرة المقدرة، ينصب بالفتحة المقدرة. يبقى العرب كله تقديري، هذا خبر مرفوع بالضمة المقدرة. اتفرج على اللعب، والله يا جدعان ربنا يكون في عونكم، بقول خبر مرفوع انت رفع الضمة الظاهرة، غلط. وقال لي ما خبر، يا كابتن اهدى اهدى يا نفسك، ده اعراب مقدر، فرقت او فيها صفر، فيها صفر محقق، يلا ده اعراب مقصور، ذاك ذاك، لكن خبر مرفوع انت رفع الضمه المقدره، خلي بالك يا اسطى، ما هو النمر ده مبتدا يا ولا، اقوى خبر. شفت اللعب فين؟ حاجه عبيطه بسيطه جدا، بس توجع، توجع وتؤلم. يبقى يا معلم لا، ده خبر مرفوع بالضمه المقدره. قال ربنا قل ان الهدى هدى الله، اسمنا منصوب بالفتحه المقدره، المقدره. واخد بالك من تنوع الامثله، مرة تثنية، مرة جمع، مرة إعراب، يبقى دي خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، لا 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 لا، بقولك ضمة ظاهرة، لا لا لا، كلمة ظاهرة مساحة من غير ما تبص. خش على المقدرة، خبر مرفوع، ها، خلي بالك خبر مرفوع، ده إذ ولا اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة، اسم إن منصوب، إزاي خبر؟ ده إن بتنصب، ده اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة. قال تعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، لا تتبع أنت الهوى، مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة، بيقول لي فاعل، أقول له لا،
بيقول لي خبر اقول له لا، بيقول لي اسم ان اقول له لا، بيقول لي مفعول به اقول له ايوه، عاوزك تعالى انت صح اهو، مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتحه المقدره ولا تتبع انت الهوى. صح صح يا اخي، خلي بالك من نفسك. ها عند التثنيه تقدم المظلوم بشكوى للقاضي. يا نهار ابيض اهو يا اسطى، انت لبس لك المقصور في المنقوص. تقدم المظلوم لازم اعرف بقى بالراحه بشكوى للقاضي، وعاوز استنى بالراحه بقى شكوى الالف كام؟ استنى بقى سيبك من الشين يا ولا، الشين حرف، الكاف اتنين، الواو تلاتة، الالف اربعة. ايوة هي الالف رقم اكتر من تلاتة، تقلب ياء ثم علامة الاعراب. يبقى تقدم المظلوم، هنستنى الجملة. تقدم الفعل بايه؟ بيتستناش في الاول، تقدم فعل مضمون لتقدم المظلومان. ايه ده ايه ده يا مستر؟ ايه المظلومان؟ مش بتستني فعل مرفوع بالالف؟ ايه يا ابويا، مش فعل مرفوع بالالف؟ تقدم الطالبان، تقدم العاملان بشكوى. يا نهار ابيض، يا لهو على الذل يا جدعان، بشكوى البي حرف جر ولا البي حرف جر بالجر؟ العيال كتبوا بشكوى يان، ده طالب عبيط اسف اللفظ، يا ولا البي حرف جر تجر مصر كلها بشكوى. بص بقى الالف رقم كام؟ اكتر من ثلاث اهي، تقلب الى ياء، ياء الكلمه، ويا اعرب بشكويين، بشكويين اهي، استنى اهي شكوى سنيها، الالف اكتر من ثلاثه تبقى ياء، يبقى دي شكوى يان. انصب عيد شكوى اهي، ياء الكلمه ويا اعرب شكويين، شكويين فضليين عظميين صغريين اثنين ياء اثنين ياء للقاضيين. يبقى تقدم المظلوم بشك، العيال كتب بشكوتين. يا ابني يا ابني تعبت في الكلام ده، ابوس ايدك يا اللي حتى بيشوفنا على اليوتيوب، ما فيش ده خالص، اوعى تكتب شكوتين، دي بلوى سودا. ده انت بتقول له ارحب بالصفر، ما بهزرش معاكم، ولا الالف انعدت تقلب ياء. يا جدعان شكوتان دي لغه عاميه، صغرتان لغه عاميه، كبرتان قعدت اتنطط قدامك، لك يا دكتور شكويان، شكويان صغريان فضليان عظميان ليليان انثيان. انصب التاني شكويين انثيين فضليين عظميان، مفيش كلمه تقلي خالص، اوعى تنطق تاء. او تقدم المظلوم بشكويين، ياء شكوى وياء اعراب، لمن يا ولا كده؟ للقاضيين، اتنين من القضاة يا دكتور، اتنين ياء للقاضيين. تبقى الإجابة تقدم المظلومان بشكويان صفر، الصح تقدم المظلومان بشكويين للقاضيين. ليه؟ ياء الكلمة وياء اعراب، للقاضيين جار مجرور. يقف خالي مع أخت الصغرى وقتا جميل، يقضي خالي ده منقوص، مع أخت الصغرى، الصغرى يا إخواننا عندنا هي المنقوص. على أرض النادي هكذا يهوي، يسقط يلا ولا ولا فعل يلا، يهوي الندى كدموع الباكي. ها يهوي الندى في المقصور الندى، بيقول لي النادي ده منقوص، هيتاخد لسه ان شاء الله، ده منقوص مش مقصور يا اخوان، ده منقوص هكذا، ده منقوص وليس مقصور. يهوى ده فعل مضارع، اوعى تجيب الفعل هتزعل. الباكي ده منقوص، غلط، الندى هو ده المقصور يا احبابي. تبقى الاجابه عندنا صح بهذه الصوره. في القرآن بشرى للمؤمن، من يعرف بشرى؟ يبقى واد وحش، اعرف بشرى كده، تمام، احسنت يا ولا، مبتدا مؤخر باذن الله ان شاء الله. احنا الحمد لله فضل حصه واحده بس في الوحده الثانيه، اطول وحده في العربي، خش بقى على الثالثه النواسخ يا اسطى، هتبقى قصه في الاعراب، وربنا هتمشي تخر اعراب كده، تبقى وحش، الخبر مقدم تقديم وتاخير، وان وكان تبقى دنيا ثانيه. فمن ضمن لا تاخذ التقديم والتاخير، في القران بشرى، اصلها بشرى للمؤمنين في القران، ولك في البيت رجل، اصلها رجل في البيت، فده مبتدا مرفوع بالضمه المقدره، بيقول لي فاعل صفر، بيقول لي فاعل، بيقول لي مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره ولا ولا الظاهره، غلط، لكن لا ده مبتدا مرفوع وانت رفع الضمه المقدره، جامد يا واد. ولقد ابيت على الطوى، يعني جعان، يعني ابيت على الطوى، على حرف جر، يبقى الطوى ينجر بالكسره المقدره. كاتب ايه؟ اسم مجرور بالكسره، بقول لك الظاهره، لا لا، اسم مجرور علامه جر الفتحه، لا 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 لا، صح، اسم مجرور علامه جر الكسره المقدره بهذه الصوره.
قال الشاعر: هي الدنيا تقول بملء فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطش وفتك. هي الدنيا لسانك فوق يبقى صح عندي يا اخوانا، الدنيا بيقول لك بطشي ده منقوص الانجاد او حتى كمان ما تنفعش من الاخر، فتكي تحت يد لا ما ينفعش، هي ما تنفعش يا استاذ ده ضمير، انما الاسم الدنيا. حضرت مها ثانية، دخلنا في التثنية، الالف اكتر من كام؟ ثلاثة ولا ثلاث؟ اهي الواقف اصلها واو، تبقى حضرت مهتان صفر، حضرت مهوان صح. ليه ولا الالف لو نكتب هنا احسن مسرح العملية، ادي مها معها عصا ضربت بها رشا، هكذا الالف كم يا ولا؟ ثلاثة يا مستر، واقفة نايمة ولا واقفة يا مستر، تبقى واو، يبقى ميم هي هو حضرت مهوان او مهوات. عصا اوعى تقول لي عصتان، يبقى انت مش ذكي، مش ذكي، الالف ثلاثة الوقفة واو، يعني وقفة اصلها واو، يبقى عصا وان ترجع لاصلها، رشوان ان جاب بهذه الصورة يا احبابي تبقى رشوان، هكذا يبقى حضرت مهوان فاعل مرفوع بالالف. تكلمت هدى في الحفل، مين اللي كلمت يا ولا؟ هدى، يبقى فاعل، الالف كام؟ ثلاثة، واقفة ولا نايمة؟ بالمناسبة في اخواننا مش واخدين بالهم اللي فاعل على اليوتيوب، معنى واقفة يعني عصا، دي واقفة اصلها واو، بسهل على الطلبه بسهلها، لكن هدى الف بس نايمه، تبقى ياء، الواقف اصلها واو ده بدون ما تفكر يعني، والنايم اصلها ياء، فواقفه ونايمه دي مصطلح انا بستخدمه، واقف الف دي اصلها واو على طول عشان ما تعبش في طلبه كتير بتوه، لا الواقف وعصا ورشا رشا و هدى دي بقى الف بس ما يبقى نايمه، يبقى ياء. تكلمت هدى، مين اللي كلمت هدى؟ ادي الهاء والدال، الف تبقى ياء، اعرب هدى فاعل، يبقى تكلمت هديان، ولا تكلمت هدين صح يا ولد، تكلمت هدين لا يا ده مفعول بيه يا ولد، دي فاعل يا ولد، مين اللي اتكلمت؟ دي تاء التأنيث ملهاش قيمه، تاء التأنيث يبقى تكلمت هديان، تكلمت هدتان لا 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 ده لغه الشارع يا ولد، تكلمت هدتين غلط يا ولد، صح تكلمت هديان، تكلمت ندى نديان، هكذا. بعده حضرت سهى مع هديانها ربعت عن امثال رخمه، ثني يرد في التثنية، الألف لو ثلاثة ها ترد الأصل أكتر تبقى ياء، هنا ثلاثة حضر السهى، الألف كام؟ ثلاثة واقفة، يبقى دي سين هي واو، بس كفاية عليك، خد نفس يلا، نفس أكسجين مش نفس آخر، مين اللي حضرت سهى؟ أعرف سهى فاعل، يبقى ثنى على الرفع ولا، يبقى حضرت سهوان مع حرف جر ولا ظرف؟ مين فاكر؟ صح دي ظرف مش حرف جر، وده خطأ مشهور جدا جدا يا ولد، دي مش حرف جر دي ظرف، اللي بعدها مضاف إليه هدى، هدى نايمة ولا واقفة يا لا؟ نايمة يا مستر، تبقى ياء، وياء إعراب يبقى هديين مش هدتين، هديين هديين مش هدتين، هديين خلي بالكم، يبقى حضرت سهوان مع هديين، سهتان صفر يا لا، حضرت سهوتان فات يا لا، سهوين غلط، حضرت سهوان، سهوان فعل مرفوع بالالف مع هدين، يا هدى ويا عربي يا دكتور. خش على التقيل، خش انت الفضلة والعظمى، ثانية يا معلم، اوعى تتهز يا لا، اوعى تتهز انت راجل، رجال ده قول له يا معلم الالف كام يابا؟ ثلاثة ولا اكتر؟ اكتر يبقى ياء، عايز يبقى كده بص حاد، الف ثلاثة ولا اكتر؟ اكتر من ثلاثة ياء ثم علامة الاعراب. بقول انت مبتدا الفضله خبر، حلو عرفتها ثنى على الرفع، الفضله الالف كام؟ شيل فضله سيب الالف ولا فضله اهي 4 1 2 3 4 تبقى ايه؟ افضليان الياء اهي، خبر يبقى فضله، يبقى انتما الفضليان، يا يطلع من بقك الفضلتان، قالت حرام عليك بقى ما ينفعش، او كلمه العظمتان عيب يا دكتور، الفضليان يان يان عظميان، ليه؟ الالف اكتر من ثلاث اهي فضله، اتحملني خليها عليك، وادع عظمى اهو أكثر من ثلاثة تقلب إلى ثم علامة الإعراب تبقى فضلة الضاد الياء، يبقى فضليان مش فضلتان، تلأ 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 أبوس إيديكم غلط، عظمة تلأ ما فيش تندي خالص، يبقى الإجابة أنتما الفضليان والعظميان، مبتدأ وخبر مرفوع بالألف معطوف مرفوع بالألف تمييز، ما ينفعش الفضلة تانية ولا ما ينفعش الأفضلتان يا ولا، ما ينفعش أنتم الأفضلان دي مؤنث يا ولا، يبقى أنتم الفضليان. فاطمة هي العظمى شأنا، فاطمة بص يا عسل، فاطمة هي العظمى شأنا، سني فاطمة فاطمتان، هي اللي بعدها خبر مش كده، العظميان ولا ولا، اوعى تنطق العظمتان هتزعل، يبقى فاطمتان
هما العظميان شأنا، صح يا ولا؟ ليه العظمى الالف اكتر من ثلاث تقلب لياء، يبقى العين والضاد والميم والياء. قاب على كده بقى الاعراب اللي بعد هي خبر يبقى عظميان. بيقول لك فاطمتان هما العظمتان. اوعى 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 يما، ربنا يفيك شر الالم. الالم هيضحك عليك، الالم هيضحك عليك. اوعى تنطق عظمتان، اتحمل معلش، والله العظيم كلها تعبانين، اتحمل معلش. فاطمتان هما الاعظمتان. لا 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 لا، الله يا معلم، ده في بقى امثله جابه كده ستظبطون. لا ظبط ظبط، عاوز علبة حريفة. ده بقى اللي بيسموه بقى اخواننا بقى اعلى مستوى. سلمت على طالبة عليا. ثاني يا اسطى، ثاني يا اسطى، سلمت على، مش على حرف جر. الاول ينفع حد يكتبها كده؟ ينفع على طالبة بسمتك؟ ينفع كده؟ ينفع على طالبة؟ هيبصق الاجابة صاحبها. ليه؟ ده حمادة ما يغلطش فيها. يما على حرف جر يبقى على طالبتين، خلاص. ايه بقى المشكلة في عليا؟ نمشي سنة سنة. ادي على حرف جر، على طالبتين، نكتب في الواسعة كده، في الواسعة دي كده، ادي على، على طالبتين، ما بتنجر. عليا بقى، ايوة، امشي سنة سنة. ان ليها الهجاء بتاعت عليا، الالف اكتر من ثلاثة تبقى ياء. رد وقت قال لي يا مستر ما الف واقفه، ولا ولا اين الموضع الذي تفهم منه؟ عرفوا لي الالف ان عدت الثلاثه يا ولا تبقى ياء. يبقى بص الهجاء اهي نقلتها، والالف اكتر من ثلاثه تبقى ياء. ده لسه بقى الاعراب. يا نهار ابيض، امال يحب قلبي. سلمت على طالبتين عليا يين، ثلاث ياءات. قول لك كده والله مؤثره، ها؟ قولها بإحساس. عليا يين يين، عليا يين، تلات ياءات، تلات ياءات. هنا بقى أنا لست مسؤول عن الطالب الكفيف. ممكن حضرتك إيه، سلمت على طالبتين عليتين، غلط. عاليتين غلط. اللي دي سلمت على طالبتين عليا يين. ممكن نحط اختيار باتنين ياء، واد بيشوفش كفيف يطلع إياك تلات ياءات، تلات ياءات. سلمت على طالبتان عليا، ده كفر صريح. اوعى تنطق كلمة ايه؟ على طالبتان على حرف جر يا عسل. يبقى الصح على طالبتين عليا يين، عليا يين، دنيا يين، هكذا. الله الله الله، قابل قابل قابل. انت الاعلى شأنا والاقوى بين ذو ملك. ثانيا، انت الاعلى، ها؟ يبقى انتما ايه؟ الاعلوان. والله الاعلوان، انت بتقولي له كده اريد صفرا. الصفر ممتع لذيذ. ليه يما؟ الالف عدت كام يا عسل؟ كام يا اسطى؟ عدت تلات اهو. ده الصبورة فهمت يا رجال، عدت تبقى ياء، يبقى على طول اعلى اهي، اهي يما، ولي اهي، يبقى انتما الاعليان. ادي اعلى، ما كلمة اعلى هي معلم. الالف اكتر من تلات تبقى ياء، تبقى الكلمة اعليان. طب اقوى، ادي اقوى اهي، الالف اكتر من ثلاثة نعمل ايه؟ وانا هنسب الكلمة اقوى، اكتر من ثلاثة تبقى ياء، يبقى اقويان. في اسماء ايوه اقويان يا حبو، اقويين يا بابا، اقويان، اقويان، اعليان، ادنيان، ادنيان، مصطفيان، مصطفى، مرتضيان. يبقى الاجابة انتما الاعلوان صفر. ليه يا مستر صفر يا باشا؟ الفها ويما، الالف اكتر من ثلاثة تبقى ياء. مفيش كلمة الاعلوان في العرب، ولا الادنوان، ولا الاسماء، ولا مصطفى، ولا ما بهزرش، والله ما في واو، والله ما في واو في المثنى، كله ياء. انا خايف من عين الطالب، ما اخر، ما ده اخر سنه كده، وحته تعلمه وتروح. اوعى اوعى تنطق اعلوان دي خالص. الالف عدت ثلاث يبقى كله ياء يا باشا، ما ينفعش. انتما العاليان، لا 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 خالص خالص. انتما الاعليان والاقويان، نعم دي صح يا رجال، بين زملائكما. طب بص انتما العليان، ده راجل، ده مذكر، ازاي جبتها مؤنث؟ ده مذكر، فانت كده العليان قلبتها مؤنث. لا دي غلط يا حبيب. يبقى نخلي بالنا، الاقوى يبقى الاقويان، 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 الاعليان. اوعى تنطق الاعلوان. من طلب العلا سهر ثني. من طلب العلا، العلا الالف رقم كام؟ ها كام يا ثلاثة يا مصر. وقفة ولا نايمة؟ وقفة يا مستر، يبقى واو، يبقى العين واللام والواو بس كده.
حلو هذا او كده. شو بقى الاعراب بقى؟ من طلب العلا. اعرب بقى العلا مفعول به يا اولاد، ما هو الدرس معقد. بقلي بالالف ثم الاعراب. من طلب العلا، العلا الالف كام؟ ثلاثة. وقفة نايمة، وقفة بسطة اهو. يبقى قلت ايه؟ قلت العلوة كده اهو، بس كفاية عليها كده. اعرب بقى من طلب، طلب هو، هو العلا مفعول به، يبقى من طلب العلوين. زي سه اهو، سه شاهدت سه، يبقى او تبقى سهوين بهذه الصورة يا رجالة. عادية جدا، ما تخافش. يبقى العلا العلوان العلوين، سها الف ثلاثة واقفة تبقى او، يبقى ايه؟ سهوان سهوين. هكذا ما خلي بالنا يا حبيب الله يبارك فيهم. يبقى من طلب العلوان، لا غلط غلط يا احباب، ما ينفعش من ده كده هنا، دي مشكله مش منصوبه، غلط. طب من طلب العليين، لا غلط. من طلب العلوين سهر الليالي. ليه بس العلوين؟ ما هي كلمه علا الف اكثر من ال ثلاثه، ترد الاصلها واو تبقى علواء، والمثنى بنصور بيه يبقى علوين. هكذا مصطفى هو الارقى، ثني مصطفى. اوعى حد ينطق مصطفيان، مصطفوان، اوعى تنطق وان. من المحرمات، من المحرمات، من الكبائر، من الكبائر دي كبيرة، من الكبائر ليس لها توبة إلا الصفر. إن قلت مصطفوان غلط غلط غلط، لا مصطفيان، مصطفيان أرقيان، ده مبتدأ يبقى ثنى على الرفع، يبقى مصطفيان هما الأرقيان، صح. ده مبتدأ وده عندي مبتدأ ثاني، ده خبر مبتدأ ثاني، فكل رفع، يبقى مصطفيان، مصطفيان هما الأرقيان مش الأرقوان، ما عنديش واو غلط غلط. اوعى ولا مصطفان ولا مصطفين، الصح مصطفيان، 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 أرقيان، أرقيان، مرتضيان. هكذا اجمع مصطفى هو الأرقى. بص طص يلا، مذكر ده وحش. مصطفون هم الأرقون، مصطفون هم الأرقون، مصطفون هم الأرقون. أعلون، أعلون يعني أعلون، يعني أعلون، أدنون، أرقون. انصب هي واحدة، هي واحدة، هي واحدة، فاكر؟ هي واحدة. أعلين، أدنين، أرقين. فاكر لما أخذنا الدرس قلنا جمع المذكر ما بيسميش، بيشيل الألف يعني. إذا مش دي كلمة مصطفى هتجمع بيشيلها، تبقى أدي مصطفى أهو ألف، أنت شايف هي قول إيه؟ هيشيلها، هتبقى مصطفون هم الأرقيون. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على اللعب. إيه ده إيه ده؟ الأولى صح بس الثانية غلط. يبقى الطالب اللي بيركز هيقع مننا. لا مصطفون هم الارقون، صح. ليه؟ جمع المذكر بيشطها يلا، بيشطها يلا. مصطفون ارقون، ادنون، اعلون، اسمون، مرتضون. انصب به واحده يلا، النصب وجر به واحده، المثنى الثانيه، المثنى الثانيه، المثنى الثانيه. انما المذكر ارقون، اعلين، ادنون، ارقون، اعلون، ادنين. انصب اعلين، ارقين بهذه الصوره. المخلص مرتجى لوطنه. سني سيب الياء. المخلصان مرتجيان، عشان ده خبر. المخلصان مرتجيان لوطنهما. حبايبنا وصلنا الى البلاغه، نقول قال ايليا ابو ماضي: لا احب الانسان يرضخ للوهم. يعني الانسان اللي بيعيش حياه الوهم والظنون لا جدولة، عايش في وهم ويرضى بتفاهات الاماني. الانسان اللي يرضى بالاماني التافهه والامال التافهه لا قيمه له. إن حيا يهاب أن يلمس النور كميت في ظلمة الأكفان. الإنسان اللي بيخاف من الحرية، اللي بيخاف من المجد، اللي بيخاف من التعب دول، ده زي الإنسان من كذلك الميت الملفوف في الكفن. إن الذي يرفض أو إن الذي يخاف من الحرية كالإنسان الملفوف بالأكفان. حياة أمد فيها التوقي، حياة الخائف هذه، حياة الخائف هذه اللي كلها حذر، لا تساوي في المجد بضع ثوان، لا قيمة له. الإنسان الخواف، أنا خائف خائف خائف، لا قيمة لهذه الحياة. الشجاع، الشجاع من؟ من أمسى يغني والدمع في الأجفان. الشجاع اللي بتقابله كارثة بيقابلها بالابتسامة بالعزيمة. أكون أنا بتألم لكن أبتسم واستهزئ بالألم. أمال من هم العظماء اللي بيستهزئوا بالمصائب؟ يعني امتحنت، امتحن، أنا امتحنت جبت درجة وحشة، خلاص بقى منهارش، لا لا خالص، استهزئ بالمصيبة معنا، خلاص ماشي تعبت النهار جبت درجة وحشة، لا غدا إن شاء الله أجيب درجة أفضل. فمن شئم العظماء أنهم يستهزئون بالمصائب، يقابلون المصائب بالابتسامة والعزيمة. من أجمد إنسان، أحسن إنسان؟ اللي وقع على الأرض يوم ينظف ثياب ويواصل السير. من أضعف إنسان؟ إن وقع على الأرض يفضل عيط مكانه. فالشجاع، الشجاع من أمسى هكذا يغني والدمع في الأجفان. الشجاع اللي بيواجه المصائب بالابتسامة. ما معنى التوقي؟ انت عايش فيه توقي. التوقي المربي الحذر.
معنى الحذر، يرضى بتفاهات، بص يرضخ للوهم. الرضوخ معنى الذل يا ولاد، هكذا معنى الذل. الفكرة المناسبة، الشجاع من يواجه الصعاب، فكرة جزئية اهي. بيت الرابع، طيب لا قيمة لمن يرضى بالتفاهات، دي ستة الفكرة جزئية رقم واحد. ويرضى بتافهات الأمانة، الكلمة كانت بتافهات، قلت بتافهات الأمانة. العظماء يعيشون حياة الأمجاد، دي مش في النص خالص. صح، حياة الخائف لا قيمة له. تنكير حي للعموم لازم، طب أي حي، هو قال يا أخوان قال إن حيا، أي حي، أي بني آدم هكذا بيخاف الحرية يبقى زي الميت الملفوف في الأكفان. الشجاع، الشجاع ده يطنب التكرار يا أحمد. يغني والدمع، ده طباق الغناء والدمع طباق. وآثر الأسلوب الخبري يا أولاد للوصف والتقرير، إيه بقى الخبري؟ فضل شوف كده، هو آثر الخبري، آثر فضله ليه؟ للوصف والتقرير بهذه الصورة. الصورة البيانية في البيت التاني، ده تشبيه تمثيلي البيت التاني أهو. إن حيا يهاب أن يلمس النور كميت في ظلمة الأكفان. صور حياة الإنسان الخائف اللي بيخاف الحرية زي الميت الملفوف في الأكفان، حالة بحالة، جملة بجملة. فلا بيسموا عندنا إخواننا هكذا، هذا تشبيه تمثيلي بهذه الصورة. حبيبي إحنا كنا وعدنا أولادنا الأسبوع اللي فات إن إحنا بنعمل مراجعة لمدة دقيقتين ثلاثة على أدب الاتجاه الوجداني وبنحل نماذج شعري عليه. كنا قلنا الحبيبي معنى الاتجاه الوجداني الذاتي في ثلاث دعائم بيقوم عليها الاتجاه الوجداني. قلنا الأول اكتشاف الفرد لذاته، اعتزاز الفرد بالثقافة الجديدة، التطلع للمثل العليا من حرية وعدل وإخاء ومساواة. ولادي قلنا متى بدأ الاتجاه الوجداني؟ مع حركات الإحياء التي ردت للشعر ما فقده من لمسة ذاتية وجدانية. متى نما؟ مع خليل مطران اللي راد حركات التجديد. متى ازدهر؟ العقد الثالث، شعراء الديوان، المهاجر أبولو. متى تراجع؟ مع تيار الواقعية. قلنا لأولادنا ما الذي حرص عليه شعراء الاتجاه الوجداني؟ الخروج من أسر الأنماط الشعرية المكررة على مر العصور، ابتكار صيغة شعرية جديدة بيمتزج التراث بالعصرية، الألفاظ بقت ليها إيحاءات جديدة جديدة وقدرة على الإيحاء والتعبير. الألفاظ بقى جديدة لها قدرة على الإيحاء. حذرت الصورة الشعرية بتقوم على مفهوم فني حديث استفاد من كل النظريات الجديدة في الفن والأدب واللغة والموسيقى. خلي بالك الصورة بتنبع عندهم من الوجدان. حذرت أولادي سمات شعر خليل مطران، عصري وفخره أنه عصري، له على سابق الشعر مزية زماني، يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، ليس ناظمه بعبده، لا ينظر لجمال البيت المنفرد بل ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه، ينظر لجمال القصيدة في تركيبها وترتيبها وتناسق المعاني. اوعى مع ندرة التصوير وغرابة الموضوع، خلي بالك يا ابني. قلنا يتحرى دقة الوصف ويستوفيه على قدره، قلنا كل الكلام ده يا أولاد. طيب قلنا إيه الأخطاء اللي هم شافوها عند مدرسة الإحياء؟ الانشغال بشعر المناسبات والمجاملات، انصراف الشعر عن نفسه، افتقاد الوحدة العضوية. هنحل مع بعض بقى إن شاء الله، ده اللي كان في الحصة اللي فاتت. معلش الواجب يبقى طويل بس عشان ما أسيبش حاجة ليك. ده النظام الجديد طبعا، بيجيب لك بيتين شعرين او بيت شعر يقول لك ايه السمة. ماشي، قال خليل مطران، يلا يا رجالة انا الان في واجب المحاضرة 8، دي من الحصة اللي فات مش بتاع المرة دي، وناس عارفة كلامنا كنا وعدناكم ده مؤجل. داء ألم فخلت فيه شفائي، بيكلم عن نفسه، من صبوتي فتضاعفت براحائي آلامي وشدائدي، قلب أذابته الصبابة والجوى، وغلالة رثت من الأدوى، قلبه راح وجسمه بقى نحيل عامل زي الثوب البالي، البيتان يترجمان أساسا من الأسس التي قام عليها الاتجاه الوجداني. هل هنا اعتزاز الفرد بالثقافة، اكتشاف الفرد لذاته، التطلع للمثل العليا،
غلبت الذهنية. هو بيكلم عن نفسه، يبقى على طول اكتشاف الفرد لذاته. قال مطران: تغشى البرية كدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي، والأفق معتكر قريح جفن يغضي على الغمرات والأقزاء. نص المساء لما صور لك الطبيعة بصورة كئيبة، قال لك إن الشم أو الكون عند الغروب عبارة عن إنسان متعب مرهق جريح عيني حمراء، فالكآبة اللي جواه أدخلها وأسقطها على الطبيعة. اتشرح بالتفصيل طبعا. يشير مطران إلى ملمح من ملامح الاتجاه الوجداني في البيتين السابقين. هل الطموح؟ أنا ما عنديش هنا طموح ولا عندي حرية ولا غيره. هل الجانب فكري؟ ده دي من سمات مدرسة الديوان. أم سيطرة اليأس والتشاؤم؟ دي سمة من سمات كل حد فاكر، سمة من سمات الرومانتيكية. سيطرة اليأس والتشاؤم اللي واخد نص المساء معانا أو ما غيرنا، ودايما بنصح وقلتها مرة واثنين وثلاثة بس بننسى النص المقرر، مهم جدا. قلنا صور الطبيعة في نص المساء كأنها طبيعة ميتة، عكس ما بداخلي من حزن على الطبيعة. قال إيليا بماضي: لا يكن للخصام قلبك مأوى، إن قلبي للحبيب أصبح معبد. أنا أولى بالحب منك وأحرى من كساء يبلى ومال ينفد. بيده الحب. فالناس الشطرة عارفة ده من ضمن دائم الرومانتيكية المثل العليا. هذان البيتان يستدل بهما على دعامة من دعائم الاتجاه الوجداني، الدعوة للإخاء والمساواة والمحبة. ما أنت لو مزاك الأدب قلنا التطلع للمثل العليا من حرية وإخاء إنسانية وإخاء وتسامح وحب الجمال ومجافاة القبح والتواصل. فبيتكلم عن الحب وقلب يكون مأوى الحب. لا إيه فعلا هنا الدعوة إلى الإخاء وإلى المساواة. قال مطران: العدل شيء فوق حسبة سيد في قومه أو قائد في جند. يا دكتور من حضر معنا أو ما غيرنا من الزملاء، أول ما اسمع كلمة العدل على طول التطلع للمثل العليا أكيد هنا. أيوة ده أساس من ضمن أسس مطران، التطلع للمثل العليا. اللي مذاكر أدب بالكلمة بنجيبها. فاكر لما قلنا إيه المثل العليا؟ قلنا الحرية، الأخوة الإنسانية، العدل، المساواة إلى آخره. قال البارودي: أحييت أنفاس القريض بمنطقي وسرعت فرسان العجاج بلهذمي. أنا اللي صحصحت الشعر بلساني، وأنا اللي قتلت الفرسان في الحرب، كان رب السيف والقلم. طيب يستدل بهذا البيت إن حركة الإحياء أضعفت الشعر، قضت على لمسات الجمال. مين بقى مذاكر؟ أم ردت للشعر ما فقده من لمسة ذاتية وجدانية؟ ردت للشعر ما فقده من لمسة ذاتية وجدانية. قال ناجي: وراضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم. أيها العش إذا طار الأليف لا يرى الآخر معنا للمساء. شو بص الميم والمساء القافية إيه؟ مختلفة. ده بيستدل بيه على دعامة من ضمن دعائم الاتجاه الوجداني. هاي المعارضة الشعرية ما بيعرضش حد السير عنها القدماء، التزام وزن وقافية، أما الخروج من أسر الأنماط المتكررة. من ضمن هذه الأنماط التزام الوزن والقافية، هو غير مرة الميم ومرة الهمزة هكذا، اللي كما قلنا الألف مد وهمزة على السطر. قال إيليا: لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي. بيتكلم عن نفسه. يبقى عطول هنا يا إخوانا الدعامة اكتشاف الذات والنهوض بها. قال إيليا: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. بيكلم الإنسان الغربي المتكبر المتعالي، بقول ما تكبرش عليا، أنا مش حتة فحمة وأنت فرقد كوكب لامع. أنت مثلي هكذا يبش وجهك للنعمة، وفي حالة المصيبة يكمد. أنت زي عند النعيم والفرحة بتضحك، عند الحزن بتتضايق. أنت مثلي من الثرى، أنت مصنوع من طين زي وإليه تعود. فلماذا يا صاحب التيه والصد ليه بتكبر علي الصد دي؟ الأبيات فيها دعوة لماذا؟ هل العودة لبلد القدماء؟ هل معارضة إفراط أم دعوة الإخاء؟ دعوة الإخاء والمساواة بين جدا. قل أنت زي أدي في دعوة الإخاء والمساواة. لو قيل للحسن كيف تهوى إن أنت خيرت أن تكون، لقال في بدء كل شيء يا ليت لي هذه العيون. بكلمة الحسن والجمال وعين المحبوبة. شوف كده يستدل منها البيتين السابقين على سمة من سمات اللي بيقوم على اتجاه الوجداني. رسم الصورة الكلية ولا الميل استخدام الرمز ولا ابتكار ولا تطلع عشق الجمال؟ تطلع عشق الجمال بين لو قيل للحسن كيف تهوى
إن أنت خيرت أن تكون، لقال في بدء كل شيء يا ليت لي هذه اليوم، بيتأمل في عين حبيبته. لو حد قال لي فين الجمال أقول له عين حبيبتي، ففعلا هنا تطلع إلى ماذا؟ إلى عشقي الجمال. قال مطران: زادها الشيء بحرمة وجلالة، توجتها به يد الإعصار. الصورة البيانية المنتقاة بدقة في البيت بتدل على إحدى سمات الشعر عند مطران. إيه أهم حاجة عنده؟ ندرة التصوير. من سمات شعر مطران ندرة التصوير، غرابة الموضوع أم دقة الوصف أم شفوفية عن الشعر الحر. طبعا ده يا أخوانا بتدل على دقة الوصف، من أهم سمات مطران دقة الوصف هكذا، واستيفائه فيه على قدر. من ضمن ما عرف به الصور دقة الوصف عنده. قال: فاستعصموا بالصبر ثم تكاتفوا وتحرروا من رق الاستعباد. الصبر والتحرر الحرية، فدي قيمة إنسانية. يبقى هنا هترى عندي السعي نحو المثل الإنسانية العليا، هنلاقي في النموذج أنه بالذات الإنسانية لا، دي معدلة يا أولاد. هو بيتكلم عن الصبر، والصبر قيمة جميلة، وبيتكلم عن التحرر من رق الاستعباد. لما أنا أتحرر من رق الاستعباد يبقى السعي إلى ماذا؟ الحرية. وده من ضمن سمات المثل العليا، الحرية كما قلنا الأخوة الإنسانية. قال إيليا أمواضي: أنا من ضميري ساكن في معقل، أنا من خلالي سائر في موكب. أنا ساكن جوا نفسي، مبسوط جدا جدا يا سيدي، عايش مسجون في معقل جوا نفسي، وأنا من خلالي سائر في موكب، أنا أعيش صفاتي وخلالي. ذو الغباء ولو شافني هيسخر من، ما يعرفش أن أنا أعيش جوا ذاتي. طب لما أقول كلمة أنا وأنا على طول يا أخوانا، ده اكتشاف الفرد لذاته، بيتكلم عن نفسه، ده قدامك اكتشاف الفرد لذاته. قال جبران: والعدل في الأرض يبقي الجن. لو سمع أما يتكلم عن العدل على طول، ده بيتكلم عن مثل العليا هكذا. والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا به، ويستضحك الأموات لو نظروا. فلما يتكلم عن العدل يبقى على طول يستدل بهذين البيتين على دعامة من دعم الاتجاه الوجداني. العدل يبقى على طول التطلع إلى المثل العليا كالعدوى إخاء. سائل العلياء عنا والزمان، هل خفرنا ذمة مذ عرفانا. اسأل بقى العلياء هكذا، واسأل المروءات، عمرنا فيهم خدعنا حد أو نقدنا عهد؟ لا. لما يتكلم عن العلياء ويتكلم عن المروءات يبقى على طول يا أخوانا العلياء التطلع للمثل مين؟ العليا. عش للجمال تراه مؤطرقا، عش للجمال، عش للجمال هكذا يقول لك. يستدل بكلمة عش للجمال على أساس قوي من أسس الاتجاه الوجداني. عش للجمال، هما ثلاث أسس أشهر عشق الجمال. ما هو اللي مذاكر يا أخواننا المثل العليا، فاكر قال يا أخوان اللي هي كما قلنا الحرية والأخوة الإنسانية، عشق الجمال مجافاة القبح، ده أدب يعني بين جدا الإجابة. قال مطران هكذا: الحب روح أنت معناه، والحسن لفظ أنت مبناه، تم برؤيتك المنى فحكت حلما هكذا. تمتعنا برؤية، بيكلم عن الحب، الحب طبعا يعني الحب تجسد فيك، الحسن تجسد فيك. البيتان السابقان يترجمان خاصية جلية من خواص الصيغة الشعرية بتاعتهم. هل تراثية الألفاظ؟ لا طبعا، ما عندهمش تراثية في الألفاظ. أم قدرة الألفاظ على الإيحاء؟ طبعا قدرة الألفاظ على الإيحاء. الامتزاج بالطبيعة هي سمة بس مش من ضمن خصائص الصيغة الشعرية. اللي مذاكر يعرف إيه سمات الصيغة الشعرية، يمتزج التراث بالعصرية. الألفاظ لها قدرة على الإيحاء، الصورة بتقوم على مفهوم فني حديث هكذا، استفاد من كل النظريات الجديدة في العلم الفن الأدب موسيقى. الصورة بتنبع من الوجدان، أدي خصائص الصيغة الشعري. فاللي عندنا قدرة الألفاظ على الإيحاء واكتسابها دلالات حديثة. قال إيليا: حر ومذهب كل حر مذهبي، ماذا كنت ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، إني لأغضب للكريم. أما يقول لي كلمة حر خلاص الحرية، بعطوا يا أخوانا التطلع للمثل العليا من حرية وكرامة إنسانية. قال مطران: فخذوا أنتم من العلم ما أعطى، وقولوا الطريف قولا مبين. خذوا من العلم وقولوا كل جديد، استفيدوا من كل ما هو جديد. في البيت دعوة إلى التمسك بالتراث والتغني بقداسته، التحلي ببراءة القول، أم الاستفادة من كل النظريات الحديثة في العلم والأدب. ولك استفيد من كل شيء، يبقى بالفعل يا اخواننا هنا الاستفاده من كل النظريات. قال مطران: لفظ الى حسن البداوه جامع، ما للحضاره من جديد معاني، مترقرق المجرى ترقرق جدول،
متماسك الأجزاء كالبنيان. يعني هذا اللفظ جميل، يجمع ما بين الحضارة والبداوة. لفظ سهل كالماء المنساب، ده بيدل على سمة أسلوبية عند مين؟ مطران. هل جلال الصياغة؟ لا، ده دي من سمات مدرسة الإحياء. الميل الألفاظ الأجنبية؟ لا، ده من سمات أبولو، هناخدها إن شاء الله. ليس المقصود بترتيب المعنى، إنما الصح هو شعر مطران يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح. يقول مطران: هي النفس قبل العين جلابة الهوى. النفس بتجلب الهوى، وما في روع لقلب متيم وتبص، والنفس كمان بتشد الروع الخوف من قلب العاشق. وبين التنائي والتلاقي لليلة، بين البعد واللقاء ليلة، وبين الرضا والصد رغبة مقدم. جميل جدا، تحققت في البيت ملامح الاتجاه الوجداني كامل عدا واحدة، يعني كله تحقق ما عدا واحدة بس. يقال المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، أيوة دي صح، موجود من سمات الاتجاه الوجداني. ينظر لجمال البيت في ذاته وفي موضعه من سمات الاتجاه الوجداني. دي سمات شعر مطران، دي سمات شعر مطران. شوفوا فيها عن الشعر الحر، ده فعلا يا إخواننا كذلك يهتموا بجانب المناسبات. غلط، لا، ده تبع مين؟ شوقي. يبقى فعلا دول الثلاثة اللي معنا يا إخواننا، دول هكذا تبع الاتجاه الوجداني، إنما الوحيدة اللي تبع اللي حاول البعث يهتموا بشعر المناسبات والمجاملات. قال مطران داعيا للتجديد: إذا ما أنشأتم فاخلقوا خلقا تكونوا حقيقة منشئين. ذاك ذاك التجديد لا فعل، من يمكث في معقل القديم سجينا. دعوة للتجديد، يعني بتجددوا بقى. أيها الشعر الفتى عش وزدنا مبدعات على توالي السنين. بيدعو للتجديد في الأبيات ما يوضح موقف شعراء الاتجاه الوجداني. إيه موقفهم الشعر القديم؟ الخروج كما قلنا من أسر الأنماط الشعرية المتكررة على مر العصور. كان حبيبي ده الأدب اللي معنا، عشان بس ما يسبش يعني، خلي عندك أو والله الحصة على اليوتيوب شوف في أي وقت، بس على الأقل إذا أنت حبيت أنك أنت تطبق شعرا على أدب الاتجاه الوجداني. حبيبي ده اللي كان معنا في الأدب. ماشي يا حبيبي، راحة كده إن شاء الله، وننتقل بعد هذا يا إخواننا إلى فرع النصوص. عندنا حضراتكم هذا هو النص المتحرر على أدب مدرسة الاتجاه الوجداني. يقول خليل مطران في قصيدتي متحدثا عن الروض: أنا في الروض ساهر، أنا في الروض ساهر وهو نائم، أنا في الروض ساهر وهو نائم، بات في قرة الدجى وهو ناعم. كان هذا النص حللناه في الحصة الأساسية. المعنى أن الشاعر الذي معنا الآن يجلس في الروض، أي في حديقة. الشاعر ساهر وهذا الروض في ظلمة الليل نائم هادئ وادع أمين. كلما جئته وقلب باك رق دمعي كمائه فهو باسم، أي كلما جئته باكيا استقبلني باسما. فالطبيعة هكذا ترحب بهؤلاء الرومانتيكيين، لأن الطبيعة هي الأم الرؤوم لهؤلاء الشعراء. أيها الروض يتمنى، ينادي الروض: كن لقلبي سلاما وملاذا من الشقاء الملازم. الشاعر هنا يتمنى أمنية هي أن يكون الروض إنما هو سلام، يعني يطشئ من الأمن والسلامة، وأن يتمنى أن يكون الروض هو الملاذ الآمن الذي يفر إليه الشاعر. بيقول للحديقة، بيقول للرياض: أيتها الحديقة أيها الروض، كل قلبي سلاما ودعة وهناء، وأيضا ملاذا أفر إليه وقتما أريد. وغدير صاف أقام سياجا حوله باسق من الدوح قادم. هكذا قائم. بيقول لك إن الحديقة دي فيها غدير مية، الغدير ده فندم على ضفتيه أشجار عالية. قال: وغدير يعني قناة مية، المية صافية، على جانبيه في سياج، السياج صور، هذا السياج من النبات الأشجار الباسقة العالية. تتناغى بيض الطير، الطيور عمالة تردد، تكلم بعضها، تغني لبعضها، تتجاوب مع بعضها. هكذا سابحات، الطير يسبح في الهواء وتحتها النجم عائم. انت عارف طبعا هو بيتكلم بالليل، يعني شكل الوصف بالليل. بيقول ان الحديقة دي
فيها نهر، هذا النهر الضيق الغدير على ضفتيه أشجار والطيور تروح هناك، وفي المية دي بينعكس النجم، يعني أنت بتشوف النجم اللي في السماء منعكس على من صفحة الماء، ترى النجم عائم. هذه عزلتي أفر إليها من مجال الأسى ومجرى المظالم، يعني الطبيعة هي الملاذ الآمن الذي يفر إليه الشاعر، فهي عزلته التي يفر عليها من أسى الأيام وظلم الأيام. ميز الإجابة الصحيح، أدى النمط الجديد، خلاص بقى كل بقى عارفه خلاص إن هي أسئلة استنتاجية، ما بقاش بقى زي زمان كما قلنا كلها بلاغة، البلاغة قد يأتي سؤال لكن معظم أسئلة استنباطية مع مرادف مثلا ثم الأدب. عنوان، العنوان المناسب، هل روعة الغدير، هل مناجاة الروض، هل راحة الطير، المرء في العزلة، أم الطير والنجوم؟ هو هنا طبعا مناجاة الروض، هو بيتكلم مع الروض، أول حاجة بيتمنى أن تكون الروض أو أن يكون الروض هو الملاذ الآمن له، فكل ده يناجي الروض، فأصبح العنوان السليم عندنا إنما هو مناجاة الروض. نكمل أحبابي، يقول ماذا أراد الشاعر بقوله هكذا بات في قرة الدجى وهو ناعم؟ بات يعني الروض في عز الليل نايمة هادئة الحديقة، هذا الروض نائم هادئ وادع أمين. ماذا أراد بقوله بات في قرة الدجى وهو ناعم؟ أن أشجار الروض توصف بالنعومة؟ لا طبعا، أن الروض هكذا بات هادئا ناعما هانئا ينام هادئا، أن الروض استقر في الظلام ورضي بالسكون، إشارة إلى تألم الروض. أولا هو لا يصف الأشجار بالنعومة، أن الروض استقر في الظلام ورضي بالسكون، لا، هو الروض ما نمش ورضي بالسكون، لا، دلو معنى الحركة معنى الحياة، يقصد هنا أن الروض بات هانئا هكذا ناعما، الكلام بيترجم بعض هوا ينام هادئا. يبقى دايما المعلومة نختار دايما الإجابة اللي في البيت، بات في قرة الدجى وهو نائم، يؤكد أن الروض بات هادئا ناعما ينام نوما هادئا. قال الشاعر هذه عزلتي أفر إليها، طيب استنتج دلالة قوله هذه عزلتي أفر إليها على ما تدل؟ يأس الشاعر وضيقه من الحياة تدل على أن الطبيعة هي الملاذ الآمن لشعراء الرومانتيكية، أن العزلة أمر محبب للشعراء الرومانتيكية، العزلة كانت حلا لخروج شعراء الجيل من أزمة الاستعمار. أولا هذه عزلتي أفر إليها لا تدل على يأس، لكن تدل على أن الطبيعة هي الملاذ الآمن لشعراء الرومانتيكية. هل أن العزلة أمر محبب للشعراء الرومانتيكية؟ ماشي، بس هنا العبارة دي نقص، هو بيتكلم عن الروض، بيقول إن الطبيعة والروض، الروض هي الملاذ، وبيتكلم عن العزلة بمعنى عام، فلما تنفعش يتكلم عن العزلة بمعنى عام. العزلة كانت حلا لخروج شعراء الجين من الاستعمار، لا، دي بترجع إلى سمة مدرسة الديوان. هو يقصد استنتج ده هذه عزلتي، يقصد أن الطبيعة هي الملاذ الآمن والملجأ الآمن لشعراء الرومانتيكية. بنكمل عندنا حبيبي بعد هذا، يفهم من قولي فهو باسم، أظن إيه لما يقول لي إن الروض باسم؟ شماتة الطبيعة في الشعر، إن الطبيعة شمتانة في الشعر، يقصد استقبال الطبيعة في ترحاب وصفاء، عزلة الطبيعة عن الشعر وعدم الإحساس به، غزارة بكاء الروض. أولا فهو باسم لا تدل على شماتة الطبيعة في الشعر، لأن الطبيعة عند الرومانتيكيين بنص كتاب الوزارة هي أم الروم، أم استقبال الطبيعة في ترحاب لمحبيها، لا، ده هو جاي بيبكي ويبتبتسم أي تحتضنه، فكما قلنا تستقبل هؤلاء الذين أصابهم الحزن بشيء من الترحاب، يبقى تدل على استقبال الطبيعة في ترحاب وصفاء لهؤلاء. موازن من حيث المعنى، قول مطران في البيت الثالث ماذا قال البيت الثالث؟ شوف كاسيتك، هذا البيت الثالث بيقول أيها الروض كن لقلبي سلاما وملاذا من الشقاء الملازم، وبين قول هكذا حلم دموس بيقول فكوني كالبلابل يا فتاتي، الحياة نفسها، ففي نغماتها معنى الحياة، فكوني كالبلابل يا فتاتي، إن كان بيكلم حبيبته بقول لمحبوبته كوني كالبلابل يا فتاتي ففي نغماتها معنى الحياة،
يبقى الكلمة هكذا، هذه البلابل، هذه الطيور في نغماتها معنى الحياة. هل كلاهما تكلم عن جمال الروض وبديل الأزهار؟ لا، اللي تكلم عن جمال الروض بس اللي هو خليل مطران. طيب كلا البيتين أكد أن الطبيعة هي الملاذ الآمن؟ لا، اللي قال أن الطبيعة هي الملاذ الآمن النص بتاعنا بتاع خليل مطران. البيت الأول جعل الطبيعة هي الملاذ الآمن للشاعر، والثاني أكد أن الطبيعة روح الحياة. نعم، بين جدا جدا هكذا، أصل الأبيات مش فيها صعوبة. أكد هكذا عندنا أن الطبيعة هي البلابل، قال ففي نغماتها معنى الحياة. لما نستمع لهذه البلابل أشعر كأنني أسمع معنى الحياة. علاقة رق دمعي دي نتيجة هتلاقيها يا إخوان، عشان جاي كلمة كلما أداة شرط غير جازمة، كلما جئته وقلب باك النتيجة رق، وإحنا كنا قلنا لأولادنا إن جواب الشرط بيكون مين يا أولاد؟ بيكون عندنا نتيجة سواء إذا كان جازم أو غير جازم. الصورة الخيالية في قوله وتحتها النجم عائم، دي استعارة مكنية، بيصور النجم كما قلنا كأنه شخص يعوم. في كثير من الأحيان تكون الطبيعة هي الحضن الدافئ والملاذ الآمن للمرء من آلام وأحزان. بقول لك اللي قال الكلام ده البيت الأول ولا الخامس ولا الأول ولا السادس؟ في كتير جدا بتبقى الطبيعة هي الحضن الدافئ الملاذ من الآلام. شوف كده هنلاقي هذا المعنى تقريبا موجود عند الشاعر يا أحبابي في البيت الأخير. أو سفن هذه عزلتي أفر إليها هكذا من مجال الأسى ومجرى المظالم. ففي البيت السادس أكد لك أن الربيع أن الطبيعة هي الملاذ الآمن الذي يفر إليه من تعب الحياة. طب وخيالنا برضو من أي أبيات نشوف برضو؟ معلش، قال لك البيت الثاني والأول الأول، ما شوف كده الأول ليس في معنى أن الطبيعة ملاذ، ولا الثاني كما قلنا هكذا. البيت ثلاثة اللي كان فيه معنى الملاذ، والبيت ستة، فطبعا هو جايب لي اختار بستة، فأنا بختار ثلاثة وستة فيها معنى أن الطبيعة هي الملاذ الآمن. فطبعا من اختار عندي ستة هنا يا أحبابي البيت رقم ستة كما ترون بهذه السورة. السؤال كتاب وزارة والتعليق. ظهر التيار الوجداني في القصيدة بوضوح. طيب حيث إن الشعر أجاد وصف الطبيعة وعرض جمالها، توحد الشاعر مع الطبيعة صارت كالأم الرؤوم التي تحتضن مشاعره، رسم صورة جمع فيها خيوط التفاؤل والتشاؤم، وغلب جانب الفلسفة والتأمل. واحدة واحدة، أجاد وصف الطبيعة، هو هنا لم يصف الطبيعة، وعرض الجمال ده بيتكلم عن قدوم الليل، إن هو زعلان تعبان مرهق، إن الطبيعة كما قلنا آمنة، فكده مزج ما بين نفسه وبين الطبيعي. الغرض كله كان عند نفسه والطبيعة، هي بيتكلم عن الطبيعة بس. هاي البيت ده كان بيتكلم فيه عن الطبيعة فقط ولا مزج ما بين نفسه وبين الطبيعة؟ يبقى دي ما تنفعش. توحد مع الطبيعة حتى صارت كالأم الرؤوم التي تحتضن مشاعره، هي دي يا اخواننا. ده كتاب وزارة يا اخواننا، بهدوء والله بهدوء، ولا داعي لانفعال يا حبايبي. تعليق نص المسائل يتحفظ، وكل طالب يا ابني بإرادته انت بمزاجك، تعليق نص المسائل لازم يتحفظ، دي نص كتاب وزارة. رسم خيوط جمع فيها التفاؤل، ما عنديش تفاؤل وتشاؤم، هو ما قالش ان الطبيعة متفائلة، هو كان بيمزج ما بين نفسه الحزينة، خل بسيادتك ما كانش عنده تفاؤل، وبين الطبيعة. غلب جانب الفلسفة، جانب الفلسفة والفكر عند الجماعة بتوع الديوان. السؤال يقول أي من خصائص النزعة الوجدانية التي رادها مطران تحققت؟ يعني قول لي بالنص كده فين النزعة الوجدانية التي تحققت؟ هل تحققت تفاؤل؟ هنا لا يوجد تفاؤل في الأبيات. هل تصوير مشاعر الحب الصادق، وليتكلم هنا عن الحب، ده بيمزج ما بين حزني وبين الطبيعة، غلبت الناحية البيانية؟ لا، ده سمة من سمات مدرسة الإحياء والبعث. إذن تشاؤم عام يسود القصيدة. من الخصائص الأسلوبية التي اتصف بها مطران، هل انتزاع المعالم القديم؟ استحالة، مطران لم ينتزع المعالم القديم كثيرا، دي مش من صفات شعره. هل جزالة الألفاظ؟ صعبة جدا جدا وتراثية، لا، ده ألفاظه كما قلنا فيها جد يعني حديثة. جلال الصياغة، حلوة الموسيقى، لا، إنما الصح يقال في شعره المعنى الصحيح باللفظ الفصيح، اللي مذاكر أدب يعرف يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح. من الدعائم التي قام عليها الاتجاه الوجداني وتحققت في الأبيات، عندها ثلاث دعائم، اللي هو كما قلنا اكتشاف الفرد لذاتي، اعتزاز الفرد بالثقافة الجديدة، ثم التطلع إلى المثل العليا. هنا بيتكلم عن مين؟ عن نفسه، يبقى اكتشافه كما قلنا الفرد لذاته.
قال مطران يعني يتشوق إلى عين شمس ومنطقة عين شمس، وبيتكلم عن أحزانه وهمومه ونفسه يرجع لمنطقة عين شمس. كنا قلنا لو حد فاكر في نص أحمد شوي، منطقة عين شمس يا رجالة اللي هي موجودة الآن، هذه المنطقة السكنية، أهالينا في عين شمس ربنا يحفظهم جميعا. حضراتكم كنا قلنا إن دي زمان يعني كانت دي ضواحي القاهرة اللي يعرف، يعني المنطقة دي ما كانش بيسكن فيها إلا البشوات بس، كانت دي مقدمة إيه القاهرة. حتى لحد النهاردة أنا أذكر إن قصر أحمد شوقي موجود فيها، متحفظ عليه، ده اللي أذكره. فكان ده المكان اللي بيفر إليه الشعراء أو إيه النزهة المتنزهات، يعني كان دي ضواحي القاهرة. قال دعوتك أستشفي إليك، بيكلم الحبيب، دعوتك أستشفي إليك فوافني على غير علم منك أنك لي آسي. بقول لحبيبه أو حبيبته أنا دعوتك، بندح عليك، أستشفي، بطلب منك الشفاء، وافني، خلاص أقدم، تعال بقى. يقول أيها الحبيب اللي بيكلمه، أنا أناديك فتعال إلي أطلب منك الشفاء على غير علم منك. بقول أنت لا تدري أنك أنت الآسي، أنت الطبيب، تنم، خليه بيكلم على الحبيب، ماشي، أيتها الحبيبة أو أيها الحبيب أنا أناديك، أنا أناديك أن تخفف ما بي، لأنك لا تدري ولا تعلم أنك أنت الآسي، أنك أنت الطبيب، فإن ترني والحزن ملء جوانحي ملء صدري أداريه فليغررك بشري وإناسي. يعني إيه؟ لو شفتني وأنا تعبان هكذا، طيب ايه اللي يجذبك ما يغررك، يعني يجذبك يشدك لي بشري فرحتي بك. فيقول هكذا، فان ترني والحزن قد ملأ قلبي فالذي يشدك الي ويجذبك الي فرحي بك وترحابي بك. وكم في فؤادي من جراح ثخينة. بيقول له ايها الحبيب انت لا تدري ان قلبي فيه جراح ثخينة اي قاتلة يحجبها برداي عن اعين الناس، بس الهدوم مدارية، يعني حتى احنا في عالم الناس الثياب ياما الهدوم بتداري عيوب. بقول له ايها الحبيب انا في قلبي جراح ثخينه قاتله غائره، ولكن هدومي دهيا البرده اللي لابسها دي تداري هذه الجراح. الى عين شمس قد لجأت وحاجتي طلاقه جو لم يدنس بارجاس، انا اشتاق الى عين شمس حيث الجو النقي الذي لم يدنس ولم يلوس بأرجاس، أي كما قلنا بالأخلاق غير الطيبة. أسري همومي بانفرادي، أحاول بفضفض مع نفسي أسري همومي بانفرادي آمنا مكايد واش أو نمائم دساس. في بعض الناس تحب تعيش مع نفسها حتى لما يكون عنده هموم يفضفض بينه وبين نفسه، ما يحبش أبدا يعرف حد من الناس، وده أقوى إنسان، لأن أقوى إنسان في الوجود اللي عنده مقدرة أن يحافظ على السر بتاعه جوه نفسه. بقول أنا بنفلت بنفسي وفضفض مع نفسي خشية من مكائد الدساسين أو الدساس الذي يدس الوشايات أو النمامين. فشاعرنا يتمنى أن يفر إلى عين شمس يستمتع بطلاقة الجو وجمال الجو، هذا الجو الذي لم يدنس بالأرجاس والأنجاس. الشعر بيأكد لي بقول بقعد مع نفسي أفضفض أسري همومي بانفرادي آمنا، بأمن نفسي، بأمن نفسي من المكايد بتاعة الوشاء والحاقدين والحاسدين. مرادف الآسي في اللغة العربية يا أحباب، الآسي هو الطبيب المعالج، معنى كلمة ده الآسي طبيب يعالج. البيت الذي يدل على كثرة الجراح اللي بيخبيها، ايه البيت اللي بيقول ان عنده جراح كثيرة؟ هل دعوتك استشفي الي فوافني فان ترني والحزن ملء جوانحي. طيب الى عين شمس قد لجأت وحاجتي ام وكم في فؤادي من جراح ثخينة يحجبها برداية عن اعين الناس. طبعا هي دي اخوانا بتأكد ان عنده جراح كثيرة جدا جدا بس الهدوم بدريها. قال شوقي وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمس. وقال مطران إلى عين شمس قد لجأت وحاجتي طلاقة جو لم يدنس بأرجاس، من خلال الموازنة بين البيتين. وانتوا عارفين الموازنة بتيجي بتدل على شدة تعلق الشاعرين بعين شمس، تعظيم كلا الشاعرين لعين شمس، عدم الرغبة لدى الشاعرين في العودة لعين شمس، دعوة الشاعرين الناس إلى الذهاب. طبعا هنا شدة التعلق، الاثنين متعلقين بعين شمس. كان أحمد شوقي في الغربة في المنفى،
يتمنى العودة إليه. خليل مطران حزين نفسه يروح عين شمس، تشعر كانت دي متنزه. مكان كده الإنسان بيقعد مع نفسه ويستمتع بالطبيعة فيها، فكلاهما يحن ويشتاق إلى عين شمس. يعود الضمير الغاي في قول أداريه، فإن تراني والحزن ملء جوانح أداريه، فلا أعيد عن حزن، أنا بدل الحزن. فإذا ترى أن الهاء هنا يا أحبابي إنما تعود على ماذا؟ على الحزن. أكثر الشاعر في الأبيات من ضمير المتكلم للتخصيص ذاتية. لو أنا كترت من ضمير المتكلم دي تبقى الذاتية تخصيص. إذا هنا أراد بهذه الصورة يا أحبابي التخصيص. 83 قال: ما الجمال في قوله جوانحي في البيت، فإن ترني والحزن ملء جوانحي أداريه فليغررك بشر وإناس. يا دكاترة، هو ذكر الجوانح وأراد القلب، فده بنسميه محلية، لأن الجوانح ده المكان اللي جواه القلب، اسمها عظام رقيقة تحيط بالقلب، فذكر الجوانح وأراد القلب بداخله. فكلمة جوانح عندنا هذا مجاز مرسل قدام سيادتك معنى البيت، فإن ترن والحزن ملء جوانح أي قلبي، فذكر المكان وأراد ما فيه، فهذا مجاز مرسل أحبابي. العلاقة فيها أبنائي يا أحبابي إنما هي كما ترون علاقة المحلية، ذكر الجوانح وأراد القلب. من أسس الاتجاه الوجداني اللي ظهرت، هو بيتكلم عن نفسه بس في كل هذا، هل هنا خيال كلي؟ لا، ما ذكرش الصوت أو اللون أو الحركة. هل التطلع للموس العليا؟ ولم يتكلم عن الحرية والإخاء والعدل والمساواة وحب الجمال ومجافاة القبح، بل هو اكتشاف الفرد لذاته، لم يتكلم عن نفسه هكذا. قال الشافعي: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. بيقول حقيقة معنى البيت، يعني معنى كده، لو أنت هكذا معنى البيت عاجز عن سر نفسك، اللي أنت بتديله السر ممكن إيه يعني يبيحه دي، يعني حين أنت تبيحه بالسر لغيرك ما ضمنش غيري. فسر من ألقيت فيه السر، الصاحب ده اللي أنا فضفضت ليه، عنده هموم وأسرار، فصدره ضيق لا يتحمل هذا السر. يقصد الشافعي: حاول على قد ما تقدر أنك تكتم أسرارك جوا نفسك، فأنت لا تضمن أبدا صدر غيرك، فقد يضيق مرة فيبوح بالسر. البيت اللي بيتفق مع قول الشافعي إن واجب أن الإنسان يتحكم في أسراره، ها، ويحاول يحفظها في قلبه. قال: فإن ترني والحزن ملء جوانحي إلى عين شمس قد لجأت، أم أسري همومي بانفرادي آمنا مكايد واش أو نمائم دساس. هو لي الأفضل أسري همومي بانفرادي، يعني بعترف بنفسي وأسراري لنفسنا، أسري همومي أنا، أفضفض عن همومي بانفرادي مع نفسي، يعني لا أبيح بسري أمام غيري بهذه السرعة. تمتاز الألفاظ بالسهولة والوضوح مع السلامة والفصاح. هو يؤكد وصف شعر مطران على طول، يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الفصيح. نعم، ده الإجابة الصح، مش يقال فيه المعنى الفصيح، لا، يقال المعنى الصحيح الرومانتيكي باللفظ الفصيح. قال مطران: إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي، إن يشفي هذا الجسم طيب هوائي أي يلطف النيران طيب هوائي. البيتان يؤكدان سمة من سمات الاتجاه الوجداني. هل عمومية التجربة هي الصح؟ ذاتية التجربة أحبابي. لو كملنا بنجد مالي، ده تطبيق القراءة المتحرر، جميل جدا، سيرة ذاتية. العقاد بيتكلم فيه عن، طبعا أوان العقاد يعني رحمه الله كان شخصية جادة جدا، بيعرفش الله ولا اللعب. السبب ان ابوه رباه تربية جامدة شوية، فبيوريك ان تربية الاباء بتنعكس على الابناء. خلي بالك بقى كده بالراحة. يقول: واني اتمثل اتخيل ابي الان في الصورة التي رأيتها 2000 مرة، بل اكثر من 2000 مرة، كان بيحب ابوه، لانني تعليل كنت اراها كل يوم منذ فتحت عيني على الدنيا، يشوف ابوه في كل صباح، الى ان فارقت بلدتي بعد اشتغالي بالوظائف الحكومية، وتلك هي صورته على مصلى يؤدي صلاة الصبح ويجلس على سجادة الصلاة من مطلع الفجر
إلى ما قبل الإفطار ليتلو تعليل سورة أو سورا خاصة من القرآن الكريم ويعقبها بتلاوة الدعوات، وكان يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكن جلسته في الصباح الباكر هي التي انطبعت في ذاكرتي إلى هذه الساعة، لأنها كانت أول ما أستقبله من الدنيا كل يوم. فهمنا من ده، الراجل بيقول إن صورة أبويا انطبعت في نفسي. يا ترى إيه الصورة اللي انطبعت في نفسه قوي قوي؟ صورة أبوه لما كان بيصحى يصلي الصبح، ولما كان يصلي الصبح يقعد على السجادة يقرأ الأذكار من الفجر لحد ما الشمس تطلع لحد الفطار، يقرأ سورة من القرآن، وبعدين بيعقبها بتلاوة الدعوات اللي هي الأذكار بتاعة الصباح. وكان أبوه بيؤدي الصلاة الخمس في أوقاتها، أبوه ملتزم جدا جدا. لكن اللي كان قوي قوي متأثر به العقاد الجلسة بتاعة الصبح دي اللي بتبدأ من الفجر لحد ما يفطر، دي تثابت أثر طيب في نفسه هكذا، لأنها كانت أول ما أستقبله من الدنيا كل صباح. يعني أصحى الصبح كل يوم صبح ألا أبوي قاعد على السجادة يقرأ القرآن ويقرأ اللي هي الأذكار، فدي كانت أول صورة أراها في كل يوم، دي انطبعت في دماغ مين؟ في دماغ العقاد. صفة أبو، أبو كان يدين بالجد في الواجب، يعني كان جد جدا جدا، الأب كان جادا، فكان لو أدى واجب من الواجبات كان يؤدي الواجب جادا أو بالشدة في الجد. يعني كان بص بقى، لما بيؤدي عمل يؤدي العمل جد وبشدة. إذن صفات الأب كان يدين ويعترف بالجد في الواجب، إن أدى واجبا أداه بجد، حتى هذا الجد كان متشدد جدا جدا فيه. وكان يرى للطفل ما يراه للشيخ، كان أبو طاس أبو العقاد ما كانش يماز من طفل ورجل، فكان شايف العقاد الطفل ده رجل كبير. وكان يرى للطفل ما يراه للشيخ، إذ كان الأمر أمر فريضة أو عمل محمود، إذا كان الأمر أمر فريضة أو عمل محمود أو عرف مأثور. يعني أبو العقاد ده كان شايف العقاد راجل في الأمور الأساسية، يعني لو بيصلي دي فريضة، أنت راجل قوم صلي، ده أنا عيل قوم يا ولد أنت راجل. يبقى خلي بالك، أبو ده كان بيبصره أنه شيخ كبير مش عيل، لا أنت كبير، خاصة لو كنت بتأدي فريضة بقوله أنت ما تقولش أنك طفل، قم أنت رجل، أو عمل محمود يعني كان يذاكر قوم أنت رجل، أو أي عرف مأثور. يبقى إذن أبو العقاد ده كان جد جدا جدا، وكان يرى للطفل ما يراه للشيخ، ما كانش يماز، أنت ما فيش اسمها عيل أو أنا صغير، قوم أدي عملك. من ذلك أنه كان يراني فيما دون الثامنة من عمري أجلس في المنزل بين قريباتي وخالاتي وجاراتي، فيصيح بي مستغضبا، عباس ماذا تصنع بين النساء؟ يعني كان بيحس ابنه بيحاسس بالرجولة وصغير، عن 8 سنين ده طفل، لو قعد وسط الستات يندع لي، قعد يا لي دول ستات، قوم انت راجل تعالى معنا، اقعد معنا احنا، تعالى معي فاجلس بين أمثالك. مين بقى أمثاله ومن هم أمثاله؟ شيوخ فيما بين 40 و70 كانوا يسمرون معه في المنظرة حجر الاستقبال، ويقضون الوقت في أحاديث الشيوخ عن السياسة مرة، وعن قضايا الأسر الكبيرة مرة زمن بقى، وقلما يمزحون نادر أو لما يضحكون أو يتفكهون حد الفكاة، إلا ثابوا إلى وقارهم كالمعتذرين، ناس جادين حتى لو ضحكوا مرة يرجعوا بيلموا نفسهم من تاني وقار. يبقى الأب ده كان بيربي ابنه على مين؟ على الرجولة المبكرة، إن قعد وسط الستات تعالى يا ولد اقعد هنا، اقعد بين أمثالك، أمثاله ده واحد عنده 70 سنة وهذا عنده 50 سنة هو عيل صغير، لا، فكان يزرع في نفس العقاد منذ الصغر الرجولة، وكان يقعد وسط ناس محترمة يعني بيتكلموا عن السياسة عن الأسر الكبيرة، إن ضحكم لا يرجعوا مرة تانية بعد الضحكة إلى وقارهم. ومن أمثلة الجد الشديد، إن أبو كان متشدد جدا، الجد الشديد في السيد الوالد رحمه الله، أنه كان ينظر إلى الصور كأنها ألاعيب فارغة، حد يحط صورة شيل الصورة دي، الصورة دي ولا ده لعبة، ها لا تليق بالعقلاء، فلم يتخذ له صورة أبدا، عمر ما صور، ولم يوافقني على شراء صورة من صور الفصول المدرسية التي كانت ترسم للمدرسة كل عام. إذن كان يرفض مبدأ الصور، ده بيمثل الجد الشديد. على هذه السنة أي على هذه الطريقة من الجد، أراد رحمة الله عليه أن أواظب على صلاتي في أوقاته. أبو كان شديد جدا جدا، اللي يدعى إلا الصلاة ولا قبل العاشرة من عمري، كان مأكد على الصلاة قوي، فكان أثقل ما أعانيه في ذلك يقظة الفجر في الشتاء. طبعا ده الفجر
جو تلج برد وده عيل صاير، ابو كان بيقوم قوم قوم، فكانت اتقل حاجه عليه. وهو الوقت الذي هكذا يزين فيه النوم، يعني بقى انت عارف بقى الشيطان بيلعب بيك بقى، احلى نومه نومه الفجر تنام هكذا، حتى لو سهران قبل الفجر بشويه الشيطان ايه يلعب بيك تنام يضيع الفجر. قال وده كان افضل وقت يزين، يعني يزين يعني هكذا يا اخوان يزين للطفول للاطفال، فلا يستطيعون الا بعد جهد عنيف، يعني ما يقدرش يقوم، فلا يستيقظون الا بعد جهد عنيف. واد نايم بقى قوم هقوم حاضر قوم هقوم قوم يا ابني هقوم هكذا. فكان اصعب حاجه لما كان بيصحي صلاه الفجر، فكان في شيء من التعب لحد ما يستيقظ. وصبرت على هذا الجهد العنيف مرتين او ثلاث او اربعه، ثم تمردت دفعه واحده وقلت لمن جاء يوقظني اذهب عني، فلست بالمستيقظ ولست بالمصلي اليوم. يعني حد من اخواته بيصحي وادي عقد قوم صلي الفجر، قال له ربنا من قايم يدعب، وقال له والله ما قايم، واللي يحصل يحصل. وسمع ابي ما قلت فصاح بي، ماذا تقول؟ بتقول يا ولد أتقول أنك لا تصلي؟ ووثب إلى عصا، جاب العصا بيخوفه، ركز بقى، إلى عصا، فذهب به الإصرار مذهبه. وقلت نعم، العقاد بقى تمر، قال له ربنا من قايم، أو مسك العصا، قال له مش هقوم، قال له مش هقوم، بيعقد بيه بيعاند، فصمت ولم يزد، وأعرض عني أياما لا يكلمني. إذن الأب ده كان سيدنا ما ضربوش، هو بيعاقبه بس بطريقة لطيفة، هو مسك العصا يخوفه، قال له قوم، قال له مش قايم. الأب حط العصا ورماشي، صمت سكت وسابه. خلي بالك بقى يا اخوانا، وأعرض عني أيام، بيعاقبه بالخصام، خصمه يعني لا يكلمني، خصم، حتى تناسينا هذا الخلاف، يعني مضت الأيام ورجعوا لبعض. وكنا مع ذلك نجلس إليه جميعا على الطعام في الصباح والمساء، وسيرة بقى ذاتية معلش، وأحيانا في طعام الغداء. وموضع الشدة في هذه المسألة بتاعت الفجر، إيه بقى لي شدة؟ أنني لم أكن أنفر من الصلاة، ما بكرهش الصلاة، يعني هو بيعلل ليه ما كنتش بقوم بقى الفجرية، مش إني بكره الصلاة ولا من الفرائض ولا بكره الفرائض الدينية، بل كنت هكذا، بل أنا كنت أخف إلى المسجد بعض الأوقات وأنشد على المئذنة أناشيد الجمعة. يعني العقاد بيقول أنا إيه السبب إن أنا مش عايز أقوم؟ مش إني بكره الصلاة، أنا بحب الصلاة، ده أنا بطلع أدن، ويعني يوم الجمعة بقول الأناشيد بتاعت الجمعة في المسجد، يعني اللي هو الأدعية. إيه بقى السبب؟ ولكن الشدة صدمتني إن الأب كان عنيف، لأنها كلفتني ما لا أطيق قبل الأوان. بابا كان عنيف شوية وأنا عيل، فهو كان قارص علي جامد، وجاءتني في معرض الإكراه والإلزام، أو كان بيكرهه، يبقى لزعي العقد الشدة والإكراه مش كره الصلاة، لا. وهي عبرة تساق للاستفادة منها في هذا المقام، يعني عبرة لو أنت عاوز تعلم حد أو تربى حد من الناس ما تبقاش بهذه الشدة. يعني أبو العقد كان قاسيا وكان شديدا. حبيبي، ميز الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. ما معنى قول أتمثل؟ أتمثل هنا أتعقل، أنظر، أشاهد، أتخيل. معنى كلمة أتمثل يتمثل الشيء، أتمثل أتخيل هكذا، وبيتمثل صورة أبي يتخيلها. العلاقة الضمنية لقوله ليتلو تعليل، اللام طبعا دي حبيبي عندنا هي لام من؟ هي لام تعليل، كما ترون أولادي وأحبائي. كان أبوه يدين بالشدة، العبارة فيها مبالغة، يعني مؤمن بالشدة، دينه عقيدته الشدة، فانت اديني العبارة اللي فيها مبالغة. هل كان جدا في عملي؟ هل لما أقول لك أنت جد في عمل دي مبالغة؟ لا. طيب كان محبا للجدية، ماشي، ليس بتحب بس ليس فيها مبالغة، لكن كان يمعن إخواننا، يعني يغرق في الجدية هكذا ويبالغ فيها، فمعنى الإمعان والمبالغة هو دي معنى كلمة يدين. فالعبارة اللي بتديني معنى المبالغة هي كان أبوه يمعن في الجدية ويبالغ فيها. كان والد العقاد يعامل العقاد وهو في سن الثامنة كأنه رجل في سن كبير. العبارة تدل على كده، هو أبوه لما شافه قاعد مع الستات مش كده استدعاه، قال له تعالى يا والد اقعد جنبنا. فبيسألك السؤال بقى، كان والد العقاد بيعامل العقاد وفي سن التامنة كأنه رجل، ليه؟ الإجابة، العبارة تدل على اللي بتدل على إنه طبعا كان بيعامله كأنه رجل. العبارة، كان الأمر عند الوالد أمر فريضة، يعني هو بيندهله هكذا وكما ترى وبيتخيل إن سن كبير، إن سنه كبير، ده من وجهة نظر أبو العقاد لما كان يقول مثلا تعصلني،
كان هذا عنده عرف مأثور، كان يدين بالشدة، كان يرى للطفل ما يراه للشيخ. الإجابة دي صحيح منه. هو إذن أبو العقاد كان عنده عقيدة وإيمان أنه يرى ما للشيخ للطفل والعكس. هو شايف طاقة صغيرة بس رغم كده كان بيعامله كأنه الشيخ. طيب فين العبارة اللي أتأكد لك الكلام ده؟ هي فنم لما استرجع كان فضل الشباطر شبطناه هي قالي أبو طه حسين لو تكمل كده بعد ما يؤدي الصلاة اقرأ وكان يرى للطفل أو ما يراه الشيخ. إذا كان هذا أمر فريضة هيصلي أو عمل هيعمله، يبقى اللي كان بيخلي اللي هو عندنا أبو العقاد يعامله هذه المعاملة كان يراه كأنه الشيخ، يعني اللي بيسر على طه يسر على الشيخ، يعني الصلاة ما فيش فيها كبير وصغير، العمل مش فيه كبير وصغير. فاللي دفعه لهذا أنه كان يرى للطفل ما يراه الشيخ، بيعتبر كما قلنا الطفل كما الشيخ في أداء الواجبات. أورد الكاتب سبب تمرده وعصيانه لأبيه. دقت في الآخر إيه اللي خلى الكاتب العقاد، العقاد يا أولاد، يخلي العقاد يرفض أو يتمرد؟ أمرين: عدم مراعاة والده لطبيعة الطفولة، وكذلك كراهيته للإرغام والإلزام. فالإجابة عندنا يا إخواننا بهذه الصورة الاثنين دول كانوا صح يا أحبابي، وأرجو بس يا إخواننا يعملوا تعديل اللي في النموذج عندك دي. إيه اللي خلى العقاد يتمرد ويمنع؟ بيقول أبويا مش واخد باله إن طفل صاير، يعني أبو طه حسين مش مراعى ظروفه. برضو إن الواد اسمه عند العقاد كان شايف إن الكلام ده فيه شيء من الإرغام، يبقى السبب اللي خلى العقاد يرفض إن يقوم صلاة الفجر مش إن الكاتب العقاد بيرفض الصلاة، لا، ولكن هو شايف إن هذه المعاملة كانت أعلى منه شوية، فأبوه لم يراعي طفلته إنه طفل عاوز ينام. التانية كان حاسس بشيء من الإرغام. طب فين الكلام ده يا فندم؟ اقرا سيادتك كما ترى المقال هكذا اقرا. يقول: ولكن كانت الشدة صدمتني لأنها كلفتني ما لا أطيقه قبل الأوان. يبقى إذن حمله بشيء أعلى من قدرته، كما أنها جاءت في معرض الإكراه والإلزام، أي في صورة إكراه وإلزام. يبقى اللي خلى الولد العقاد يمتنع أو يتمرد على صلاة الفجر إن أبوه لم يراعي سنه، كما إن أبوه استخدم صورة الفرض والإكراه مش الإقناع بالراحة واحدة واحدة. فده اللي خلى طه يكره ويعاند، ان اللي خلى العقاد عفوا يكره ان يقوم للفجر او يعاند مره او مرتين. فانا ارجو ان اخواننا يعني لو جت طبعا بتبع عندنا يا اخواننا الاولى والثانيه، فارجو بس حبايبي مسجل عندك دي فبناخد الاثنين. سته: كراهيه والد الصبي للصور تندرج تحت الجد بالواجب الشده في الحق ام الجد الشديد؟ لما قريت ورجعت المقالة تلاقي تندرج تحت الجد الشديد. فين يا اخوانا؟ اقرا سته كده. ومن امثله الجد الشديد في السيد الوالد رحمه الله: لو كان ينظر الى الصور كانها ماذا؟ الاعيب فارغه لا تليق بالعقلاء. اذا بتندرج تحت ما ذكره الكاتب يا اخوانا من الجد الشديد. في الفقره الاخيره عباره تدل على ان الضرب ليس الوسيله المثلى. هو ابوه ضربه؟ لا، خصمه بس. العباره يا اخوانا اللي هي لو حد وثب الى عصاه، لا ابوه ما ضربوش، لكن ابوه صمت سكت ولم يزد واعرض عنه. يبقى اذا من وسائل التربيه مش الضرب في كل الاحوال، ابوه اعرض عنه وخصمه سوى. كان الاباء يتسمون بالوقار والدليل لما كان بيضحكهم بيرجعوا لايه؟ لوقارهم. اهو: وقلما يمزحون او يتفكهون الا ثابوا الى وقارهم مره ثانيه. فده التعبير بيدل يا اخواننا على انهم لو ضحكوا شويه وفرفشهم لا بيرجعوا مره ثانيه هكذا، يعني شيء من الوقار بهذه الصوره. هذا يا اخواننا عندنا، بعده قصه الايام. اسئله القصه عندنا يا احبابي اللي الاسئله المقاليه العاديه اللي يميز من بين البدائل. انقطع الصبي عن الكتاب زمنا، لماذا؟ الاجابه هكذا: لان والده اتى له بفقيه جديد. اللي مذاكر الفصل السادس يعرف يا احباب. كان الفقيه الجديد يقرئ الصبي اليوم كله، الساعه والساعتين، وقت الضحى، وقت الظهيره. الاجابه الساعه او الساعتين. كان الصبي اذا قابل الصبي عند العصر يسلم عليهم، يتشوق اليهم، يمجد كتابهم ام يعبث بهم؟ لا، يعبث بهم وبكتابهم. خيل للصبي بعدما انقطع عن الكتاب أن الأمر قد انبت بينه وبين الكتاب.
كان الصبي يشعر بالفخر لأنه كان لا يذهب إلى الكتاب؟ نعم. يسعى إليه الفقير سعيا؟ نعم. سيسافر إلى القاهرة حيث أولياء الله؟ نعم. يبقى الإجابة كلها عندنا إجابات صحيحة. لانت قناة الشيخ تدل على ماذا؟ الرفق واللين أم الاستجابة ورضا؟ لا، بتدل على الاستجابة ورضا. إن أبو طه إن سيدنا بتاع الكتاب أثر على أبو طه وأبو طه وافق إن طه يرجع الكتاب. كانت القاهرة في مخيلة الصبي هي مستقر الأزهر، أم الدنيا، مشاهد الأولياء. طبعا يا إخواننا عندنا مشاهد الأولياء والصالحين. ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا إلا ريثما يعقوب وشقاء شنيع، وذلك لأن ولي الصبي وافي أن يرجع، لأن الصبي سيلقى من الشيخ العنت والتعب. كانت الإجابة الأولى والثانية أن طبعا السعادة لم تدم، طه يرجع وهلاقي العنت من سيدنا. تعلم الصبي درسين، فكرم يا إخواننا المذاكر الاحتياط في اللفظ وعدم الاطمئنان لوعيد الرجال وما يأخذون به أنفسهم من وعد. تعلم الصبي الاحتياط في اللفظ ليه؟ لأنه تعلم من خطأ حين أطلق لسانه في الشيخ، هل لأن أباه نصحه أو لا ما نصحوش، لأنه علم أن ذلك حرام. اللي جاب من الآخر عشان بس الوقت، لأنه تعلم من خطأ لما شتم مين؟ العريف سيدنا. لم يكن الصبي مطمئنا للصبيان، ليه؟ كانوا بينقلوا الشتائم إلى من؟ سيدنا. لو طه شتم بهم بيفتنوا عليه. لم يكن مطمئنا لأمه، كانت طبعا إخواننا تضحك منه وتغري به سيدنا، يبقى دي ودي. لم يكن الصبي مطمئنا إلى إخوته عشان كان بيغزوا ويثيرون غضبه وبيكرروا عليه الكلام، كان بيغزوا إخواته. كان الصبي يتحمل كل ده ليه؟ لأن شهر واحد بس وهيسافر إلى ماذا؟ القاهرة. أسئلة استنباطية قطعة بأسئلة. حتى إذا كان العصر أقبل عليه أصحابه ورفاقه بعدما انصرفوا من الكتاب فيقصون عليه ما كان فيه الكتاب، ما كان في الكتاب، وهو يلهو بذلك ويعبث بهم وبكتابهم وبسيدنا وبالعريف. عبث الصبي بالشيخ والعريف يدل على كراهية الصبي لهم اللي بيعبث بهم، كراهية الصبي للصبي، وعي الصبي وإدراكه لما يقول أن الصبي أراد أن يعظم الشيخ الجديد. هو اللي خلى طه حسين إخواننا يعبث بسيدنا وبالعريف كان بيكرههم، كراهية الصبي لهما. هكذا لانت قناة الشيخ وأمر الصبي بالعودة للكتاب، عاد كارها مقدرا ما سيلقاه من سيد. نستنتج من ذلك أن سعادة الصبي دامت سنوات، أن سعادة الصبي دامت شهور، أن سعادة الصبي استمرت رغم تأم، أن سعادة الصبي لم تدم كثيرا، سعادته لم تدم كثيرا رجال الكتاب. تعلم الصبي الاحتياط في اللفظ، وتعلم أنه من الخطل الجنون والحمق الاطمئنان إلى وعد الرجال. نستنتج من هذا أن الصبي تعلم ذاتيا من موقف، أن الصبي لم يستفد من الدرس، أن الصبي يقدر الرجال. هو طبعا تعلم ذاتيا، اتعلم علم نفسه بنفسه الموقف ده، من هذا الموقف تعلم الاحتياط في اللفظ، فكان ده تعليم ذاتي محدش علمه. حبيبنا كان ده الواجب اللي معانا، معلش إن كنا أطلنا في شوية، بس واجب يؤدى كامل إن شاء الله. ودائما نقول لأولادنا إن هذا الواجب بنعتبره كأنه حصة أساسية، حتى لو أنت مثلا متأخر شوية أو غيره حاول تشد حيلك، بس يا ريت الواجب يتشاف كويس، ده مهم جدا جدا. الواجب يا حبايبي أنت بتأكد بالحصة، أوعى حد من إخواننا يستهتر بيه أو نأجل. دايما كده بننصح ولادنا معلش نخلي بالنا عشان الوقت بدا يتحرك، يعني ربنا يبارك دخلنا في 11 هتلاقي الايام بتعدي منك، الله يبارك فيك. دايما بقول برضو معلش ارجوكم بلاش حد من حبايبي واولادي ياجل العربي، ما تاجلش، ربنا يبارك فيك، ما تركنش محاضرات، ارجوك ارجوك حتى لو كنت مضغوط. انا عاوز اقول لك على حاجه، النصوص ما بتتذكرش، انت بتشوف بس النص تسمع مره واتنين بس، بقى زي زمان حفظ. وكذلك عندنا ايه القراءة، فنحاول نخلي بالنا إن شاء الله النحو بس بيتقال مرة واثنين وثلاثة، والأدب بس يا أخوان والتعبير بس الأهمية. فحبيبي إن شاء الله ربنا يعينكم، شد حيلكم وربنا وفاكم يا جماعة بإذن الله عز وجل. إلى أن نلتقي إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد القادم في واجب جديد، في واجب جديد. أدعو الله عز وجل لكم جميعا بالأمن والأمان، وإن شاء الله إن شاء الله أبشروا تفائلوا هكذا، تفائلوا بالخير تجدوا إن شاء الله، يكون شعرنا هذا العام هو الدرجة النهائية بإذن الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.